مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا الجديد مع ما وراء الاحداث وحلقه النهارده الاربع، حلقه منتصف الاسبوع 18 سبتمبر 2013. والحقيقه النهارده زي ما وعدنا حضراتكم هيكون عندنا جزء بعد الفاصل عن سوريا، اخر التطورات وردود الافعال بالنسبه نقدر نقول الاتفاق الروسي السوري الامريكي بالنسبه للاسلحه الكيميائيه وموافقه طبعا سوريا، لكن في بعض ردود الافعال هنتعرف عليها النهارده بعد الفاصل. وبدعو كل اللي موجودين معانا او مشاهدينا من سوريا انهم يتابعونا، وبستقبل دايما زي ما قلت لحضراتكم يعني يا ريت فعلا يكون في مشاركات من اخواتنا السوريين. بالنسبه للحلقه النهارده الحقيقه هنلتقي مع الصحفي اللي كان صاحب السبق بالنسبه لليوم السابع بالنسبه لموضوع تسجيلات مبارك، وهنحاول ان احنا نتعرف على كل اللي بيحيط بهذه التسجيلات من ردود افعال سواء كانت ايجابيه او سلبيه، ونتعرف ايضا على الملابسات، كلام كتير بيتقال هنحاول نفهم منه ايه هي الحقائق، وخصوصا كمان بعد كلام بيتقال انه مبارك وافق على عرض هذه التسجيلات المسربة. ايضا هنتعرف على بعض الامور الخاصة بالاعمال الامنية والسيطرة على كل الاحداث اللي بتحصل يمين وشمال، حتى بما فيها طبعا الاعمال الشيطانية للاخوان بعد ما كانوا بدأوا بيقولوا ان احنا هنوقف ونشل حركة المترو وفشلوا فشلا ذريعا. الحقيقة ليهم شوية اعمال كده يعني شيطانيه مضحكه الحقيقه، قال لك هنشتري الطماطم ونعمل ازمه في الطماطم، قال لك كمان في بعض المناطق الطرق اللي دلقوا عليها زيت مستعمل على اساس انه برضو شال حركه المرور، لكن طبعا ده ممكن يؤدي الى مصايب. في حاجات كتير هنحاول نشوف برضو ما هي الاعمال الشيطانيه، بعض الفيديوهات اللي بتعلق على الاعمال دي، ايضا الردود الفعل، ايضا كل ما بيكون في نجاحات للامن او للقوات المسلحه بيكون في ردود فعل الحقيقة من قبل هؤلاء الجماعات الإرهابية بأنه محاولة مثلا يقفوا أمام سيارة ترحيلات، يحاولوا يقتلوا ناس من الجنود من ضباط الشرطة، كل ده هنتعرف عليه النهاردة، أو من ضباط الجيش. وأيضا في حوار الحقيقة يعتبر يعني مع روسيا اليوم للمتحدث العسكري أثار في بعض المفاجآت، وفي ناس بتقول برضو انتظروا الفترة اللي جاية هتكون في مفاجآت كبيرة قوي عن اللي حصل في بالنسبة للعريش ومين اللي اتقبض عليهم. واضح طبعا ان هنشوف مفاجآت كتيرة، وفي ناس بتقول بعض المحللين الصحفيين والعسكريين بيقولوا ان شاء الله على بال احتفالات 6 اكتوبر القادم هتكون سيناء بلا ارهاب، نتعشم يعني ونتمنى هذا. ايضا هتعرف على التطورات في موضوع الدستور وسلسلة القبض برضو على قيادات الاخوان، وتم قطع الاتصال ما بين الاخوان والغرب بالقبض على المتحدث الرسمي باللغة الانجليزية الامريكية اللي كان على طول بيوصل اي احداث كاذبه لامريكا والغرب، وهو جهاد حداد. كل ده هنتعرف بالتفاصيل على حاجه امور اكتر في حلقتنا. وايضا كمان جزء هام في حلقتنا النهارده الدلجه وما بعد السيطره الامنيه، وهل فعلا في سيطره امنيه كامله؟ هل في محاولات حصلت ضد القوات الداخليه هناك والامن، ولا ايه اللي بيحصل؟ الناس مرتاحين ولا لسه في قلق؟ كل ده هنتعرف عليه مع حضراتكم. نبدا اول حاجه معانا وبعض التحركات الأمنية والاشتباكات. في اشتباكات حصلت بين الشرطة ومجهولين بطريق القاهرة الإسماعيلية، كان نتج عنها مصرع اثنين للأسف الشديد، لقي اثنين مصرعهما في تبادل إطلاق النيران بالقوات الأمن ومجهولون بالكيلو 76 طريق الإسماعيلية الصحراوي القاهرة الصحراوي. واللي حصل طبعا أنه اثنين تصادف وجودهم بالقرب من محيط وقوع حادث إطلاق العيرة النارية بين مجهولين وقوات تأمين الطرق، وللأسف توفوا الاثنين. في كمان زي بقول لحضراتكم المحاولات اللي بتبقى او ردود الافعال السيئه ضد قواتنا المسلحه او ضد الجنود الشرطه، تم المواجهه او هجوم على سياره للجيش كانت في الشرقيه، واللي حصل في الهجوم ده انه استشهد ضابط وتم وللاسف اصيب 4 مجندين. استشهد ضابط بالقوات المسلحه فيما اصيب 4 جنود اخرين حالتهم غير مستقره، والكلام ده حصل امس الثلاثاء اثر هجوم شنهم مسلحون على سياره
التابعه للجيش بمدينه الصالحيه الجديده. كثف رجال القوات المسلحه وضابط مديريه امن الشرقيه من تواجدهم بالمنطقه، وانتم بنعرض زي ما انتم شايفين ده بعد الحادث الحقيقه، فيديو يعني يعتبر حصري للامور اللي بتحصل دي، للي حصل للحادث بعد الحادث مباشره الحقيقه من متواجدين كانوا هناك في المنطقه. الحقيقه بنشكرهم. ايضا اللي بيتقال ان كان في مسلحون بيقودون سياره فيرنا قاموا باعتراض طريق سياره جيش بالطريق اللي بيربط الصالحيه الجديده بالقديمه. المشهد صعب طبعا جدا، احنا بننعي ايضا هذا الضابط اللي استشهد وربنا يكون مع المصابين. قاموا هؤلاء المسلحون باطلاق وابل من الاعيره الناريه من اسلحه اليه على السياره، فروا هاربين مما اسفر عن استشهاد الملازم اول محمد عبد الكريم احمد من كفر شكر محافظه الشرقيه، والمساعد ضابط صف سعد عطا عبده من بنها محافظه القليوبيه، واصابه ضابط ومساعد هم النقيب خالد محمد زكي من منيا القمح، والمجند ابو النجا فتحي من محافظة المنيا. زي ما انتم شايفين المشهد صعب جدا، وللأسف هؤلاء الإرهابيين كل ما بيكون في نجاحات من قبل قواتنا المسلحة أو من قبل الشرطة في السيطرة على أعمالهم الإرهابية بيقابلها طبعا هذا العنف والإرهاب الممنهج والمرتب له الحقيقة بشكل يعني واضح جدا، وبتدخل العناصر زي ما حضراتكم عرفنا الفترة اللي فاتت كلها، العناصر الحمساوية، جماعة أنصار بيت المقدس، كتائب القسام، كل دول بيشاركوا في مثل هذه العمليات الإرهابية اللي هدفهم فيها انه نشر انه في ما فيش سيطره، ان الحكومه المصريه مش قادره تسيطر على الامن، وهو ده اللي عايزين يصدروه للخارج، لكن بيموت ضحايا في هذه الاحداث. ربنا يرحمهم ويعزي اسرهم يا رب. ايضا من نجاحات الجيش المصري، الجيش المصري قصف مواقع جديده للمسلحين في شرق العريش. قامت قواتنا المسلحه بعمليه عسكريه جديده في مناطق شرق مدينه العريش، منطقه الوادي الاخضر والصفا. طائرات الاباتشي قامت بقصف مواقع الارهابيين، فيما تقوم قوات بريه بعمليه دهم لاماكن يشتبه انها مخازن للاسلحه ويختبئ بها المسلحون. قال شهود عيان ان نحو 25 عربيه مدرعه على الاقل شاركت في العمليه البريه مدعومه بقاذفات صواريخ. المصادر قالت ان المناطق اللي بيتم تمشيطها ومداهمتها تعد من اخطر المناطق التي تأوي عناصر مشتبه بتورطها في الهجمات في الهجمات ضد قوات الجيش والشرطه بسيناء خلال الفتره الماضيه. نجاح يضاف الى نجاح قواتنا المسلحه، وزي ما حضراتكم شايفين دي بتبقى فيديوهات مصوره من قبل الطائرات اللي بتقوم بهذه العمليه لعرضها علينا كمصريين عشان ايضا نشاركهم في الامور اللي بتحدث. في منطقة الشيخ زويد أيضا كان هناك قصف بالقرى الحدودية مع غزة، وكان هناك تحليق مكثف للطائرات، والحقيقة طلعنا هذا الخبر في فجر النهاردة. وصلت قوات الجيش والشرطة اليوم واليوم الثاني عشر على التوالي حملتها الأمنية المكثفة على قرى رفح والشيخ زويد بسيناء. شهود عيان قالوا أن كان في دوي قصف سمع في بعض المناطق في القرى الحدودية كانت مع غزة وسط تحليق للطائرات ومدافعات وانتشار للمصفحات والمدرعات والمجنذرات، ومصدر امني قال ان سلاح المهندسين بالجيش يواصل جهوده لاكتشاف وضبط اي انفاق على الحدود مع غزه، واضافوا ان في تم تدمير نفقين مساء امس. عندنا بعض الاخبار الثانيه، لكن خلونا مشاهدينا الحقيقه ننتقل ل يعني هنستكمل مع حضراتكم بعض الجهود الامنيه وجهود قواتنا المسلحه في امور كثيره جدا، لكن الحقيقه عايزين نتوقف قليلا عند سبق اليوم السابع بالنسبه لمبارك. انا اعلم طبعا مفيش حد اعتقد في مصر حتى في العالم العربي وبالتاكيد ايضا في العالم الاوروبي تابعوا ما قاله الرئيس مبارك في دردشه، والحاجات دي كلها الحقيقه عايزين نلقي الضوء عليها ونعرف يا ترى كيف جاءت هذه الشرائط، ما قصة هذا الأمر، وأعتقد أن ده محتاجين أن احنا نتعرف عليه. ومعنا ومع حضراتكم الأستاذ ممدوح محمود المملوك، وهو نائب تحرير، يعني تم نقول مش عارفة الحقيقة كان نائب تحرير بعد هذا السبق أم قبله، لكن احنا بنقول له ألف مبروك أيضا والسبق هذا السبق أيضا. أستاذ محمود برحب بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك، وطبعا يعني هذا السبق زي ما انا قلت اعتقد تابعه الملايين على مستوى العالم.
هو يعتبر اول تسجيلات صوتيه لرئيس الاسبق مبارك، اتحدث فيها من داخل محبته، اتحدث عن كثير من القضايا والمجالات داخل مصر وخارجها، يفضح نفسه كرئيس الاداره في عهده وبعد حكمه، يبدي اراء صادمه في بعض الاشخاص والقيادات مثل فريق سامر عنان واراء اخرى في شخصيات جماهيريه حاليا زي الفريق الاول على احنا هنحاول، احنا تعرضنا يا استاذ محمود لبعض المقاطع اللي انتوا نزلتوها في الحلقه الماضيه كجزء اول، وانا عارفه ان انتوا وصلتوا تقريبا يمكن للجزء الرابع حاليا، وما زالت المفاجآت في الكلام وما زالت يعني ردود افعال كثيره متفاوته، لكن انا عايزه بس اعرف، لان في كلام كانت قال انه الطبيب ده طبيب انف واذن اللي هو قام بتسجيل هذه الحوارات، وهو طبيب في جامعه الازهر واعتقد اسمه محمد العجال او حاجه زي كده، فانا عايزه برضو مدى صحه هذا الكلام، هل صحيح ان هو ده الطبيب اللي بيعالجه؟ انت حضرتك بتسلم هنا في قاعده صحفيه تقول ان الصحفي استاذ محمود، واضح ان احنا غالبا فقدنا الاتصال. طيب احنا هنطلبه تاني علشان زي ما قلنا هنتواصل مع الاستاذ محمود عشان نتعرف على الامور، لكن ممكن على بال ما نتواصل معاه مره اخرى بستاذن زميلي بعض التسجيلات الموجوده معانا بالنسبه لهذا السبق. احنا الفتره المرحله الحلقه اللي فاتت عرضنا على حضراتكم بعض الكلمات اللي كان او الجمل اللي كان تم رصدها من هذا التسجيل الصوتي، بالتعليق على انه سامي عنان البلد كبير عليه، التعليق على انه كلام اللي حصل بالنسبة للثورة 30 يونيو، اتكلم على أمريكا ومؤامرة أمريكا وإن أمريكا هي اللي كانت صدرت قصة التوريث وما إلى غير ذلك. في الأجزاء اللي تم عرضها في الفترة اللي هي بالأمس وأول أمس كانت أجزاء أخرى اتكلم فيها عن سد النهضة وعن قد إيه هو كان مجهودات ووقوفه قدام هذا بناء هذا السد، اتكلم عن محاولات من إسرائيل أيضا لأخذ أجزاء من الأراضي المصرية، محاولات امريكا ان تكون ليها قاعده في الشرقيه وازاي مبارك رفض، امور كثيره جدا ممكن ان احنا نحاول ان احنا نتعرف على اجزاء منها. واعتقد ان دي من الامور اللي زي ما بقول لحضراتكم انه كانت ليها متابعه كبيره جدا. احنا كنا اتكلمنا وبنقول انه الموضوع ده طبعا كونه من غير موافقه مبارك دي عليها علامات استفهام، او ان هي كميثاق صحفي كامور كثيره، لكن جالنا خبر بانه مبارك وافق فده قلب الموازين تماما، وعنا ان هو وافق يبقى احنا كده الى حد ما تمت هذه العمليه بدون موافقته، يعني ما واضح ان فيها كده امور ما كانتش مظبوطه، لكن في النهايه وافق. اللي اتقال وده كان على لسان احمد موسى وبيقول قال اسم طبيب وقال انه برضو عرض على الاعلامي احمد موسى، عرض ايضا نقطه ليها علاقه بنقابه الاطباء انه عمل الطبيب المفروض ان هو لا يفشي اسرار مرضاه، فانه طبيب زي كده فالموضوع داخل فيه كذا شق، الشق الثالث اللي داخل في الموضوع هو شق انه ازاي مصلحه السجون وافقت على ان يبقى داخل واحد ومعاه موبايل حتى لو بيسجل تسجيل صوت، انه برضه حتى لو طبيبه، مع انه بفترض ان بيكون في حراسه ومنع دخول اي اجهزه الكترونيه بما فيها المحمول او الموبايل، فبالتالي في ثلاث جوانب في هذا الامر، جانب ميثاق الصحافه، هل الامور خلاص كده بمعنى موافقه صاحب التسجيلات انه الامر انتهى ولا لا، واكيد طبعا سامي الديب سحب المحامي فريد الديب عفوا محامي الرئيس اكيد سحب الكلام اللي كان بيتردد الفتره اللي فاتت انه هيرفع قضيه، الجزء الثاني جزء خاص زي ما بنقول بالسجون، الجزء الثالث اللي هو الموضوع اللي كان ليه علاقه طبعا بلا شك في الامور بتاعه الامر الثالث زي ما قلت لحضراتكم نقابه الاطباء، وهل ستسمح بامر مثل هذا او لا، فكل دي هي الامور اللي المفروض ان احنا زي ما بنقول بنلقي الضوء عليها. واعتقد انه يعني معلش بعتذر ان احنا بس يعني التسجيلات هنحاول نرتبها لحضراتكم بشكل نحاول ناخد منه بعض الجمل بالنسبه لهذه التسجيلات الصوتيه، والاستاذ محمود كان وعدنا ان هيكون في كمان مفاجآت هيقولها معانا لاول مره، ونتمنى ان احنا نقدر نتواصل معاه بسرعه ان شاء الله دلوقتي، بالرغم من انه حتى في التسجيلات الصوتيه على فكره اللي يتابع تسجيلات مبارك هيلاقي انه بجد فعلا في حاجات كتيره بتبين، واستخدموها كمان مجموعه ابناء مبارك يعني، او احنا اسف يا ريس الكلام ده كله، لان في امور بينت وطنيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ودي برضو امور عايزين نناقشها مع الاستاذ محمود. استاذ محمود رجع لنا تاني، استاذ محمود مملوك برحب بحضرتك مره تانيه.
مرتين يا انا صار انا عايز اهلا. بس الاتصال كان فيه مشكله. معلش احنا خليني بس اخد كلامي ان اتفضل. الدكتور ده احنا لما نلتقي بيه على الاطلاق القاعده الصحفيه بتقول ان الصحه تكشف عن مصدره. احنا وصلت لنا هذه التسجيلات بعد محاولات من احد الوسطاء كان الذي هذه التسجيلات التقينا معه وتحدثنا بالشعور وطلعنا جدا الى هذه التسجيلات تاكدنا من صحتها فنيا وقانونيا. ثم بدانا في الاجتماع اول حلقات النشر الموضوع اثر رد فعل واسع النطاق الاستاذ سيد الدين محامي رئيس الارض والوزاره تحدث وقال ان الصوت الذي في التسجيل هو صوت احد اطباء المختصين زي ما قلت اختلف فيما بعد انه طبيب حاله الاذن المحنجره، لكن نحن لم نعتمد هذه المعلومه ولم نسعى الى معرفه من هو الموجود في الصوت. نحن تاكدنا فنيا من سلامات هذا التسجيل وان ما به هو صوت رئيس الارض والوزاره ايا كان من هو المحيط به، لان هناك تسجيلات اخرى بها مجموعه من الاشخاص المداخله جزء ضابط حراسه جزء احد او قرابين منه وفي الثالث طبيبه الخاص. الشاهد في الامر ان القضيه هي قضيه التسجيلات وحق المشاهد والقارئ في المعرفه. الجريمه تقع على مسربه واخترق هذا الكردون الامني يعني وصل الى غرفه رئيس الامن مبارك. هذه قصه يعود فيها مساءله للطبيب اذا صح التعبير عن صحه المعلومه وكان هو الشخصيه التي اخترقت السرابه او الى اجهزه الامن التي سمحت بمثل هذه التجاوزات وهو في داخل السجن. لكن نحن كصحفيين في الشارع تعاملنا مع الامر باعتباره مهني بالاساس. نحن امام انفراد اظن انه تاريخي كما قلت مسبقا نشرنا هذه التسجيلات. كان لدينا هاجس من عدم موافقه الرئيس الحكم وان هناك نعم استاذ محمود، هو الموافقه جت بعد عرض الاجزاء الاولى، لكن طبعا اعتقد انه لو لم يوافق كانت هتبقى الامور طبعا فيها كلام كتير. لكن خلينا نقول، انا لسه قلت قبل ما تدخل معانا مره تانية حضرتك، انا كنت بتكلم انه في ثلاث جوانب في الامر، انه في ناس بتتساءل برضو كيف يتم تسريب مثل هذه التسجيلات والرئيس السابق المفروض ان هو تحت ذمه قضيه وفي محبسه، وان دي برضو يعني يعتبر ان ده انتهاك لل القوانين الخاصة بمصلحة السجون، بجانب انه طبعا اثير موضوع الطبيب انه برضو الطبيب المفروض يحافظ على اسرار مرضاه حتى في ظل اطار دردشة. وانتوا كمساق صحافة برضو انا يعني احنا يعني كلنا بنقدر ان ده سبق صحفي، لكن الثلاث جوانب يمكن الجانب بالنسبة للتسجيلات انها انتوا ازعتوها من غير موافقته، تم الموضوع اتغير بعد موافقة مبارك. لكن ترد بإيه على موضوع مصلحة السجون، إنه إزاي تم إن إزاي تم تسريب هذه التسجيلات بالرغم من إنه مفروض إنه يكون في أمن وإنه يمنع دخول أي موبايلات أو أي أجهزة للمسجون حتى من طبيبه الخاص اللي بيعالجه؟ خليني أرد على حضرتك في الثلاث نقاط دول وأرد حضرتك وكل يعني المشاهدين إلى قراءة اليوم السابع غدا. نعم. قصة وكواليس كيف وصلت هذه التسجيلات اليوم السابع. هرد على حضرتك في ثلاث نقاط رئيسيه. المشكله الاولى كيف تم تسريب هذه التسجيلات؟ هل في ذلك مصلحه السجون؟ لانها يعني اشبهت العرف كده ان المحيطين بمبارك بيسمحوا بدخولهم باجهزه محمول وشيء من هذا الامر يعني. الواضح كده ان الضابط كان معاه تسجيل او سجل هاتف محمول او الدكتور او ما شابه. اذا القصه كلها ان التسجيلات كان امر سهل ومتاح ويبدا انها ليست المره الاولى، يعني خلينا نتفق ان الطريقه التي حصلت بها والفترات المختلفه والزمنيه المتباعده التي صدرت بها هذه التسجيلات تؤكد او تشير الى دلاله انها لم تكن المره الاولى وربما لن تكون بالضبط. دي اول نقطه، حينما كانت في مستشفى سيدنا طولة او مستشفى العلي العسكري قبل وضعه في الاقامه الجامعيه. دي اول نقطه. هذه التسجيلات خرجت ازاي؟ واضح انها مش اول مره، واضح ان كان في تساؤل من قبل مصلحه السجون. النقطه الثانيه نقطه يعني اخلاقيه، ان ازاي دكتور إذا صح التعبير أن تأكدت هذه المعلومة أنه يعني يتم تسجيل يعني أسرار أو تواريخ أو أشياء من هذا القبيل لمريض وما ذلك بقى لو كان بحجم رئيس الأرض وخبارة. هو كان يسعى إلى تقديم صف، كان يسعى إلى
يعني حصول مادي كان هيبقى ايوه عليه بالظبط، اصلها الامور وقتها. كان فيها امور ماديه، وقيل ان انتوا دفعتوا 300,000، انا مش هدخل في المسائل دي، وان هو حاول ان هو ياخد يعني اموال اكتر من صحف اخرى، لكن عموما انه واضح انها امور ماديه، ليها علاقه بامور ماديه، ليها علاقه، اعتقد ان نقابه الاطباء هي اللي هتتابع الامر ده كما يعني بالظبط، يعني متفق عليه نقابة بقوانينهم. الأطباء هي اللي بيقولوا هذه القصة، نعم لأن هناك يعني مسؤولية، إن صح التعبير، ستكون المسؤولية على هذا الشخص بدون استفشاء أسرار مرضى. هذا عمل غير مهني وغير أخلاقي. نحن خدنا قرار من البداية في اليوم السابع كمؤسسات صحفية أن سيتم نشر هذه التسجيلات. إذا ثبت أنها تمت بريد أو وثقة رئيس الأمن مبارك، سنطلب ذلك رسميا حتى أتوقف. ونخبر القراء اننا تراجعنا على الناس بسبب عدم وجود موافقه رسميه من مبارك، واحنا يعني بدانا ذلك مع اول حلقه، وقلنا انه اذا ثبت ذلك سنتوقف عن النشر. الاستاذ الجديد محمد رئيس الامر قال انها لا تمت بدون موافقته، وبالتالي سارسل لكم خطابا رسميا بطلب استئناف وقت النشر. طيب في سؤال هام يا استاذ محمود، هو ما كانش يعلم اكيد انه بيتسجل له، فاكيد تفاجأ مش كده ولا ايه؟ يعني التسجيلات دي كانت بدون يعني علمه. احنا كنا بنقول ان هو اكيد لم يكن يعلم، ولكن قلنا انه ربما يعني يوافق على النشر لمبدئين. اول مبدا الاول انه جزء كبير منها تثير تعاطف الناس معه في قضايا مختلفه، الجزء الاخر انه من حيث الحرص على حريه تداول المعلومات. رحلنا على هذين المبدئين. بالفعل بعد ان قلت لنا خطاب تحدثنا له وقلنا اننا لن يعني ناخذ موقف شخصي، انما نعرض امر البرمجه كله على القارئ ولن نتدخل نزيد شيئا. هو كان يتخوف من يعني استخدام سياسي على هذه التربيات، قلنا له بالعكس على الاطلاق. وحينما تصحح استاذ محمود لا. طيب عموما معلش مشاهدينا، فقدنا الاتصال مره اخرى، لكن اكيد هنعوض الاتصال، لان زي ما قلت لحضراتكم استاذ محمود كان وعدنا بانه هيخصنا بمفاجآت لها علاقه بحبيب العدلي. فيا ترى في ايه، في تسجيلات تاني ولا في امور ايه تاني بالنسبه لحبيب العدلي؟ ودي اعتقد ان هي برضو هتكون يعني سبق كبير ايضا حينما يتم عرض هذه الامور. فانتظروا يعني المكالمه هتكون مهمه جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحيي هذه الامور. وفي نفس الوقت انا كنت بقول النقطه اللي هي كنت عايزه اسرها برضو مع استاذ محمود لما يرجع، انه الحاجات دي هو بيقول ان احنا راعينا دول، هو وافق مبارك عشان يكون في تعاطف للناس معاه، وعلشان خاطر يعني امور اخرى، ان هو الكلام اللي قاله ده كلام بيؤكد زي ما قلت لكم مبادئ اولاد مبارك او ابناء مبارك، واسفين يا ريس استخدمها بانه فعلا بيحاولوا بقى يلقوا الضوء قد ايه الفرق ما بين الرئيس السابق اللي قامت عليه ثوره 25 يناير، وقد ايه انه كان وطني وقد ايه وقد ايه، وما بين الرئيس اللي قعد سنه واللي كان هيبيع اراضي سيناء واراضي من مصر، واللي كان طبعا مرسي، واللي كان عامل صفقات مع الامريكان، واللي كان هيسمح بان تكون في قاعده عسكريه، واللي ايضا عمل صفقات بالنسبه لانه سد النهضه. وطبعا كمان اشار مبارك برضو لانه من ضمن التسجيلات دي، عشان كده استاذ محمود بيقول التسجيلات دي كانت على فترات متباعده على فكره، يعني كان الحلقه اللي فاتت لما شفنا تسجيلات كان ليها علاقه بقبل ثوره 30 يونيو، وبعدين الرئيس بتاع، وبعدين السيسي واللي عمله، فبالتالي الدنيا فيها مقتطفات متاخده من ازمنه مختلفه. استاذ محمود، استاذ محمود، استاذ محمود، طيب نتمنى لو في تليفون ارضي استاذ محمود نقدر نتواصل مع حضرتك معاه الحقيقه، نظرا لاهميه النقط اللي احنا عايزين نتكلم عنها، لان زي ما بنقول نقط هامه جدا. انا بقول لحضراتكم انه بالنسبه كان في تعليقات لمبارك على المؤتمر السري اللي اذيع على الهواء حتى، وطبعا يعني قال لك ان الناس دي كده يعني عملوا عمله صعبه جدا، وشبه انه يعني زي قال لهم لفظ كده وحاجات. فاعتقد ان طبعا الامور دي كلها الناس حابه تسمعها، الناس حابة تعرف اللي اتقال، وانه ده بيعلي رصيد مبارك كمان بالنسبة للأموال اللي كان بيروح يجيبها بالنسبة من السعودية او من اي حد من الدول العربية كانت بتدعم مصر، والفلوس دي دخلت ازاي البنك المركزي. وكان يعني برضو اوضح ان هو ابرأ ذمته من ان هو مش عايز يتقال عليه حرامي، ووضح في التحقيقات، يعني اشار للنقطة دي ايضا، انه وضح في التحقيقات كل الأموال اللي كانت بتدخل
لمصر عن طريق الدعم سواء من السعودية أو غيره، كانت بتدخل إزاي وبتروح فين وكل الأمور دي كلها. إحنا طبعا القضية بالنسبة لإعادة محاكمة مبارك بالنسبة لقتل الثوار لسه ما زالت متداولة، وأيضا محاكمة العدلي، وفي أمور زي ما بنقول إن إحنا برضو بنترك الأمور بالرغم من إنه هذه الدردشة والأمور سمعتنا حاجات كتيرة كانت بتتقال كده في صيغة في إطار كلام ومقارنات بين الاثنين رؤساء، لكن يعني الى حد كبير دلوقتي كونها كمان كانت جايه في دردشه ده خلى الناس تثق بانه كان في امور كثيره من اللي كانت بتقال فعلا كانت حقيقيه وصحيحه، لكن ده لا يمنع انه كان للرئيس السابق مبارك امور كثيره اغضبت منه الشعب المصري، والامور اللي هو برضو كان يعني اتمنى ان تطلعنا بعض الفقرات الاخرى اللي جايه في اذا كان هيبقى في تسجيلات اخرى للفساد والاتهامات دي كلها وايه اللي كان ردوده عليها ايه، لانه والبطاله والدنيا اللي ما كانتش برضو الا علشانها نزل الشعب المصري عيش حريه عداله اجتماعيه. طبعا بالنسبه للاخوان كان وضع تاني، لكن اعتقد ان احنا لسه ما زالت مصر بتنادي بعيش حريه عداله اجتماعيه. طيب على بال ما يرجع لنا الحياه استاذ محمود مره اخرى، عايزه اكمل مع حضراتكم الاحداث اللي كانت حاصله في مصر هذه الايام، ويخلونا برضو علشان نبقى في إطار الأمور اللي خاصة بالدنيا دي كلها نقول على الإخوان واللي حصل واللي تم من سلسلة القبض على بعض القيادات. وطبعا خبر القبض على جهاد الحداد ده كان خبر تصدر صفحات أولى كثيرة، لأن زي ما بقول لحضراتكم وأحسن تعليق الحقيقة عجبني كان تعليق المصري اليوم لما قال له قطع الشبكة أو الوصلة ما بين مصر وما بين الإخوان والغرب، لأنه هذا الشخص كان هو المتحدث الرسمي لتنظيم الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، فبالتالي كان ليه حوارات في السي ان ان كتير قوي بيطالبوا بقى الحكومه المصريه من فضلكم حطوا بجانب الاتهامات اتهامات الخيانه العظمى، لانه هذا الشخص له لقاء مع السي ان ان وبيطالب بالتدخل امريكا تدخل عسكري لامريكا في مصر، وهذا طبعا الامر ده يعتبر قضيه لوحده، يعني ده المفترض انه يعتبر قضيه لوحده. ما تمش القبض على جهاد الحداد لوحده، والمفارقات الطريفه انه في مدينه نصر الحقيقه كل الناس بتتساءل هو ايه حكايه مدينه نصر مع الاخوان، وانه يعني انا كنت قلت يسموها بقى مدينة الإخوان مش مدينة نصر، في راجع حد فاجئنا وقال لنا انه على فكرة دي كان اسمها مدينة ناصر على نسبة لجمال عبد الناصر، واتقال انه لو كانت اتسمت بالاسم ده ما كانش الإخوان هيجوا ناحيتها وكانوا هيبقوا خايفين من مجرد ذكر اسم الراحل جمال عبد الناصر. عموما الشقة اللي هم كانوا فيها كانت في مدينة نصر وكانت خلف منزل وزير الداخلية اللي تم القبض عليهم، فطبعا يعني امور غريبه شويه. المهم ان هو تم القبض على دي، كانت بيقال انها شقه والد زوجته يعني، وتم القبض على محمود احمد ابو زيد عضو مكتب الارشاد بتنظيم الاخوان، وايضا كان في محمد احمد ابراهيم، وكمان تم ضبط احمد محمد محمود دياب عضو مجلس الشعب عن محافظه القليوبيه، والاربعه كده وهم قاعدين انا ما اعرفش الصوره دي برضو هل كانوا هم واخدينها ولقوها في البيت لما تم القبض عليهم ولا ايه، لان دي صوره يعني او الصور دي صور ناس ولا لما اتقبض عليه مش عارفة، يعني بصراحة الصور كده غريبة شوية، ناس قاعدة براحتها قوي ومش هاممها قبض أو غير قبض. ما كانش في أي أسلحة نارية بحوزتهم أثناء القبض عليهم، واللي بيتقال اهو في الخبر انه ما فيش اي مقاومه، وواضح ان هم برضو ماشيين على المبدا بتاع انك انتوا اضحكوا في الصوره علشان تضيعوا نشوه الانتصار للحكومه اللي قبضت عليكم يعني. تم اقتيادهم جميعا الاربعه الى جهات التحقيق المعنيه، وبيتم التحقيق معاهم بشان تورط الحداد في قضايا قتل المتظاهرين، نشر تصريحات واكاذيب على تهدد الامن القومي للبلاد. مصادر وزاره الداخليه قالت ان تم ايداعهم سجن لومانتورا، جهاد الحداد كان أكثر الأعضاء اتصالا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اتصالا بالغرب والإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام الأجنبية، حتى لما كان بيحط على تويتر أو على أي حاجة كان له يعني حساب باللغة الإنجليزية، وكان طبعا المكتوب باللغة الإنجليزية مختلف تماما عن اللي بيتكتب باللغة العربية. ودافعت الإدارة الأمريكية عن رجلها في مصر، وانتقدت السلطات المصرية لاعتقالها الحداد ووصفته بالاعتقال السياسي. دائما أمريكا بتتدخل في ما لا يعنيها.
كمان كان في منع قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم لوجود أدلة جديدة تؤكد تورطهم في أعمال عنف وإرهاب وتحريض على القتل. محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار التحفظ والمنع من التصرف لأموال قيادات تنظيم الإخوان وبعض القيادات السلفية المتهمة بالتحريض، وده كان حكم صدر بالأمس عن وجود أدلة كافية لديها تفيد جدية الاتهامات المسندة إلى المتهمين اللي صدرت ضدهم أوامر منع من التصرف في أموالهم، وذلك على ضوء التحقيقات اللي بتجريها النيابة العامة في شأن اتهامهم بالتحريض وأحداث العنف والإرهاب بميدان النهضة والجيزة ومنطقة بين السرايات. الأسماء اللي كان صادر بشأنها قرارات المنع والتحفظ على أموالها هم كل على فكرة تقريبا اللي كانوا متواجدين دلوقتي، بما فيهم اللي لسه ما اتقبضش عليه العريان: محمد بديع خيرت الشاطر، محمود عزت برضو ما اتقبضش عليه لسه، محمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، مهدي عاكف الكتاتني العريان، صفوت حجازي البلتاجي، ابو العيلة ماضي، عصام سلطان، محمد محسوب، عاصم عبد الماجد، صفوت عبد الغني، حازم صلاح ابو اسماعيل، طارق الزمر، محمد العمدة، اسامة ياسين، باسم عودة، صبحي صالح، ومحمود غزلان، وعبد المنعم عبد المقصود المحامي عن تنظيم الاخوان، وشقيقه صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق، حلمي الجزار كمان، حسام ابو بكر، احمد شوشه، محمود الزناتي، عبد الرحمن عز، محمود فاروق البدراوي، والاخير بصفته وكيلا عن المتهم صفوت حجازي في اعمال البنوك. وبالتالي تم منع هؤلاء من انه يتم الاقتراب الى اي حسابات ليهم. أيضا تم إحالة 104 من أنصار مرسي للجنايات بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وده كان في رمسيس. النائب العام هشام بركات وافق على إحالة 104 من أنصار الرئيس المعزول مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب اللي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس والمناطق المحيطة في منتصف يوليو الماضي، وما تضمنته من مسيرات مسلحة وأعمال قتل. وشفنا طبعا قتلوا الناس حتى اللي كانوا من عند كوبري 15 مايو في الزمالك في شققهم وفي بيوتهم، وحوالي أكثر من 24 واحد ماتوا وهم في بيوتهم. فطبعا كل دي 104 تم تحويلهم للجنايات. تم حبس رئيس مدينة ساحل سليم السابق من أسيوط ونائب رئيس نقابة المهندسين وأربعة آخرين من أنصار المعزول بأسيوط 15 يوم على ذمة التحقيقات. إحنا كنت قريت على حضراتكم خبر الحلقة اللي فاتت بإنه في قرية في أسيوط بتستغيث وبتقول الحقونا، لأن هم مش عايزين مصيرهم يكون زي مصير دلجة. والنيابة قررت حبس رئيس مدينة ساحل سليم السابق ونائب رئيس نقابة المهندسين القياديين بجماعة الإخوان. برضو يعني ألفت نظر حضراتكم إن نقابة المهندسين حتى في القاهرة كانت كمقر بديل بعد حرق مقر الإخوان في المقطم، وكان بيتم اجتماعات للإخوان على مستوى كبير جدا. ومن المتعارف أنه أغلبية الموجودين في نقابة المهندسين في المقر بتاعهم في النقابة في مصر إخوان، وطبعا مرسي مهندس سابق يعني عموما. فبالتالي نائب رئيس نقابة المهندسين يعتبر من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، ده تم حبسه. أربعة آخرين من أنصار المعزول، وكل ده في أسيوط على ذمة 15 يوم على ذمة التحقيقات. وأيضا في من المحبوسين هناك نيابة بيروت كانت قررت حبس المتهم محمد المهدي من أنصار جماعة الإخوان والمتهم الرئيسي في إشعال النيران بمجمع محاكم بيروت 15 يوم على ذمة التحقيقات، محمد المهدي. المنزل اللي كان متخفي فيه محمد البلتاجي الحياة والعشري تم حبس مالكه، وده كان ايضا خبر بانه تم حبس مالك المنزل المتهم باخفاء البلتاجي والعشري بالاشتراك مع الازهري. نيابه مركز الجيزه امرت بحبس ابراهيم علي محمد 4 ايام على ذمه التحقيقات لاتهامه بالتستر على محمد البلتاجي وجمال العشري لما تم القبض عليهم في منطقه في الجيزه، واخفائهم داخل منزله لمساعدتهما على الهرب من العداله. المتهم انكر صلته بالجريمه، لكن طبعا يعني تنكرها ازاي وانت عارف وانه البلتاجي مطلوب القبض عليه وانت متستر عليه. قال ان هو يعرف البلتاجي والعشري من خلال وسائل الاعلام، لم يلتقي بهما، قام بتاجيل منزله ولا يعلم عنه شيء، ولم يذهب اليه لفترات طويله. طبعا النيابه هي اللي هتقول رايها في هذه الامور وهذه الاعترافات او الانكار. اثبتت التحريات اللي اجرتها المباحث الجنائيه ان الواقعه بدات عندما وردت معلومات باخفاء شخص يدعى ابراهيم علي محمد اسلحه داخل منزل بقريه ترسه، فتم اصدار اذن من النيابه العامه بالتفتيش عقب توجه قوات تم القبض على البلتاجي والعشري والازهري. وبالتالي دي كلها الكلام اللي احنا زي ما بنقول لحضراتكم اللي تم التوصل اليه بالنسبه ل
القبض والامور دي كلها. طيب احنا برضو زي ما قلت لحضراتكم ان احنا القصه بتاعت دلجه يا ترى انتهت ولا ما انتهتش، وخصوصا ان كان في خبر بيقول ان كان في مسيره من مسيرات المؤيدين للاخ مرسي، وفي المسيره دي تم اطلاق النار على الضباط الموجودين للحراسه، واحد منهم اصيب في قدمه. في بعض الناس بتشتكي وبتقول ان لسه احنا قلقين، وانه اللي اتقبض عليهم اكتر من 50 او وصلوا 65، في بعض الاقوال التانيه بيقولوا 100 او اكتر، انه لسه الامن لم يستتب تماما، وانه في قلق من ردود الفعل لانه لسه ما زال هناك مجموعات كثيره لم يتم القبض عليها. ففي ناس برضو بتتكلم على حكومه الببلاوي وعلى ليها اعتراضات كده، وانه في تاخر في التعامل مع الارهاب. عشان نرد على، طيب احنا كان يعني المفروض ان احنا نتم يعني بنتواصل مع زي ما قلت لحضراتكم كثيرين من دلجة ومن السياسيين للرد على كل هذه الامور، بحيث ان احنا نلقي الضوء اكتر على اللي بيحصل في دلجة والامور دي كلها. لكن خلينا طيب يعني عشان نتواصل في مثل هذا الامر اني نحاول نلقي الضوء على بعض الاحاديث اللي بتحصل هناك وبعض الامور اللي بتتقال هناك في دلجة، بحيث ان احنا نقدر نشوف الدنيا ماشية ازاي. لانه انا يعني المرة اللي فاتت كنت قلت لحضراتكم ان احنا اتفاجئنا بانه الهدم اللي حصل في الكنيسة بما فيها كان في عمود، هذا العمود كان من الاعمدة اللي كان بيتقال عليها انها في الجمعة الطويلة كان بينزل زيت، وكانوا مسمينه العمود الباكي. كل الحاجات دي الحقيقة كانت أمور يعني زي ما بقول محتاجين إن احنا نلقي الضوء عليها أكتر. وكمان بدأت ناس تنشر فيديوهات، فيديو صعب جدا الحقيقة، أنا يعني معلش لو حبينا نعرضه، بس أنا يعني برجو من حضراتكم إن لو في أطفال بلاش يتفرجوا على المنظر ده، لأنه الفيديو كان ليه بدأت تطلع بقى وتظهر الأمور للمسيحي اللي هو دوس اللي كان بعد ما قتلوه وعذبوه وسحلوا جثمانه وحطوه اتدفن، فتحوا القبر علشان يصوروه، وبيقال انه تم يعني سحب جثته وهو ميت، يعني ما فيش احترام حتى للجثة. فدي كلها حاجات يعني زي ما بقول لحضراتكم، يعني انا بعتذر ان المشهد هيكون صعب شوية، يعني مثلوا بجثته بشكل صعب جدا جدا، ويعني بجد فعلا يعني الناس دي لا يمكن يكونوا بني آدمين، لا يمكن يكونوا بني آدمين بأي حال من الأحوال، يعني بجد فعلا فعلا يعني، لأنه يعني كون إن بيحصل كده ومشاهد زي كده وبيسحلوا الجثمين، يعني مش عارفة أقول لحضراتكم إيه. طيب على المستوى الآخر إنه يعني في أمور تانية حاصلة كتيرة الحقيقة في دلجة، وهنتعرف على أمور كثيرة. لكن من الأشياء اللي برضو بدأت نشرها بكثرة، أقباط دلجة يؤدون الصلاة في كنائسهم المحترقة وسط الحراسات الأمنية، وكنائس دلجة بالمنيا تطالب باستمرار تواجد قوات الأمن بالقرية وإعادة المهجرين من القرية. والصلاة بدأت الأمس، كان في صلاة في الكنيسة داخل الكنائس المحترقة، ودعا الأقباط الله أن يحفظ تلك القرية ويخيم عليها بالسلام، وتواجدت قوات الأمن بكثافة. وفي الوقت نفسه كان العشرات من، وده خبر رقم 46، العشرات من المؤيدين للمعزول مرسي عملوا مسيرة عقب صلاة العشاء جابت شوارع قرية دلجة وسط حراسة أمنية للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه. وتطالب كنائس دلجة، ده أرشيفي على فكرة، يعني ده مش اللي كان حاصل على طول بالأمس، ده كان صلوات قبل كده حتى يمكن كنا شفناها وقت ما تم الإعلان عن القبض. لكن أنا كنت عايزة بس إنه من هذه الأجزاء أنا عايزة أعرضها على حضراتكم، لسبب إن زي ما قلت لكم كلام أهالي القرية، يعني ده مش الفيديو المسجل ثلاثاء، ده متسجل ليه كام يوم يعني قبل كمان ما يتم العملية الأمنية والسيطرة على القرية. فهتسمعوا منه قد إيه إنه الناس زعلانة جدا ومستاءة جدا على الكنيسة الأثرية اللي ليها ألف أكتر من 1600 أو 1400 1600 سنة، وما كانش جاي عليها أي حاجة خالص بما فيها العمود الباكي ده، والأنصار مرسي إزاي بهدلوها ما خلوش فيها حاجة، وسرقوا منها التحف والتماثيل أو والأيقونات الأثرية وحرقوها تماما. نشوف جزء من
نشوف جزء من هذا الفيديو الحقيقة، لأننا زي ما قلت لحضراتكم عايزين نستمع للكلام اللي بيتقال من قدس أبونا، بحيث إن فعلا ومن الناس اللي هناك قد إيه فعلا زي ما بقول لكم إنه القصة دي أثرت فيا جدا يعني. وزي ما بقول لكم الواحد عارف احنا المفروض بجد يبقى الآثار الخاصة بينا كلها تتجمع، وكل وقت والتاني نبتدي نعرف يعني. ما نعرفش انه في يعني عمود بمثل هذا الأمر بيحصل، انه بينزل زيت كل يوم جمعة طويلة غير بعد ما يتحرق وتتحرق الكنيسة الأثرية. عموما خلينا نستمع لهذه الأجزاء. لو تواجد أمن كل المشاكل هتنتهي. احنا في قرية دلجة نواتي، الشرطة اللي عملت النهاردة عمل كل إنسانية، وبيجوا اللي مطلوب بياخدوه، اللي مش مطلوب بيعدي عادي. أمر الجزيرة عندكم 120 واحد مصاب و150 واحد قتيل، احنا لا عندنا حد مصاب ولا عندنا حد قتيل ولا عندنا اي ولا عندنا اي مشاكل في جال ولا حاجه. والجزيره كذابه، واحنا نتمنى ان هي تتقابل ما تشتغلش في وسطنا. اللهم ليس لنا ملجأ. طيب يا انا معلش بس عشان الاجزاء دي هنحاول نجيب لكم الاجزاء الاخرى. كله كان بيتكلم على يعني بيربطه ما بين اللي كان قبل واللي كان بعد. اللي حاصل دلوقتي ان لسه مازال في شهود عيان بيقول ان الاخوان مازالوا يعني يتحدوا الاقباط رغم وجود الجيش. وزي ما قلت لكم الخبر اللي هو كان انه في اصابه تمت لمجند هناك ايضا، ده يعتبر يعني بصراحه انه في تحدي كمان مش بس للاقباط، ده تحدي القوات عفوا مصاب من الامن اعتقد من الشرطه، تحدي للشرطه كمان وللامن وللجيش المتواجدين هناك. في محامي اسمه سمير لمعي، هذا المحامي هو محامي احد اهالي قريه دلجه، بيقول انه الاقباط ما زالوا يعانوا من ارهاب جماعه الاخوان المسلمين وانصارهم، حيث انه في مجموعات بتمر على المنازل واللي لم يتم مهاجمتها والاعتداء عليها ليجبروهم على التوقيع على ورق على بياض، وده بدعوى انه سوف يتم كتابه انهم لم يتعرضوا لشيء او ان منازلهم لم تدار. معلش من فضلكم مشاهدينا كله ينبه على الناس دي، ما هو ما ينفعش ان هو يمضي على ورقه زي دي وبعدين تبقى الورقه دي مثلا ايصال على بياض او انه ايصال امانه او الى ما الى غير ذلك، وانه يعني انا مش عايزه اقول السلوجان المعروف القانون لا يحمي مين. فمن فضلكم مش عايزين انه يبقى احنا بنغلط وبنعمل اعمال بفطره وبطيبه وفي الاخر تيجي على دماغنا يعني، واخدين بالكم؟ فمن فضلكم يعني انه الحاجات اللي زي دي مش مفروض انه اي حد يوقع على ده. ويعني انا مش عارفه يعني، والمفترض ان انتوا عندكم الامن دلوقتي متواجد، نلجا للامن يعني. عموما في مناشدات لوزير الداخليه بانه يتم حمايه لازمه للمسيحيين واتاحه ان يتقدموا ببلاغات، اعتقد ان ده المفروض يكون متاح دلوقتي، وانه لو مش متاح دي تبقى كارثه، لانه معنى وجود الامن معناها انك يسمح لاي مواطن عايز يشتكي من حد تاني عمل معاه مثل هذا الشيء يقدر يروح ويشتكي. فبالتالي المفروض انه احنا يعني نثق بانه ده هيحصل باذن الله. احنا طبعا يعني شفنا الاسكندر توس، وعلى فكره اسكندر توس اللي هو اللي احنا شفنا المشاهد من شويه احنا عارفين عنه واتكلمنا من فتره، وكان كتير من اللي بيدخلوا معانا في دلجه بيتكلموا، لكن الفيديو الحقيقه ما ظهرش يعني، انا ما شفتوش غير اليومين دول الحقيقه، وهو فيديو قاسي جدا اللي احنا عرضناه من شويه. وكتير قوي بدأوا يكتبوا عن هذا الشهيد واللي تم ذبحه والتمثيل بجثته، وانه لأول مرة تحصل انه بعد ما يدفن يروحوا يفتحوا الصندوق عشان يصوروه، حسوا ان هم يعني افتكروا ان هم ما خدولوش صور، ومش عارفة بصراحة يعني حاجة غريبة جدا يعني. بعد ما اتدفن فتحوا الصندوق ودخلوا اعتدوا على المدفن وخرجوه وقعدوا يصوروا فيه، يعني أمور بصراحة صعبة جدا. وبعد ما ذبحوه وجروه كانوا ألقوه في صندوق الزبالة، يعني إزاي يحصل ده؟ إزاي يحصل ده؟ والناس دي لازم تتجاب واحد واحد، وبصراحة المفروض يعدموا في مكان عام يعني بصراحة اللي بيعملوا هذا الأمر.
من الامور الايجابيه، خلينا برضو نقدر نلقي الضوء على امور ايجابيه، انه الجيش والشرطه تمكنت من اعاده قبطيين مختطفين بقريه دلجه. يمكن احنا اتكلمنا عن كورولوس جاد اللي كان تم اختطافه اثناء قيامه بتوزيع حصص الدقيق للمخابرات عفوا للمخابز البلديه بالقريه، وانه كان ابونا يوسف كان من الكنيسه الكاثوليكيه، كان كلمنا عن الخبر ده، وكان معانا الانبا غابيوس وقتها. فالحمد لله نشكر ربنا انه رجع بالسلامه. كمان في مفاجاه، ان كان في فتاه اسمها كريستين كان تم خطفها خلال الاحداث الماضيه، عثر عليها بالقرب من قريه دلجه، ولسه ما فيش اخبار عن كريستين دي كانت ايه قصتها، مين اللي خطفها، لكن عثر عليها في الايام عثر عليها خلال الايام اللي هي بعد سيطره الامن. وبالتالي دي ايجابيات، يعني نشكر ربنا لعوده كورولوس وكريستين. في 90 أسرة قبطية بدأوا يتكلموا للمواقع الإخبارية بأنه 90 أسرة قبطية مهجرة من منازلها بقرية دلجة بالمنيا، وكنيسة مرجرجس للأقباط الكاثوليك أعدت تعتبر قائمة مبدئية ضمت 90 أسرة تركت منازلها بالقرية خوفا على حياتها نتيجة تهديدات الإخوان وغيرهم من الإسلاميين المستمرة لهم، وقيامهم بحرق ونهب وتدمير عدد كبير من منازل ومتاجر المسيحيين داخل القرية. الآب أيوب يوسف راعي كنيسة مرجرجس للأقباط الكاثوليك بالقرية، وده كان في حوار مع شبكة مسيحية وكالة أنباء مسيحية الشرق الأوسط MCN، قال إن الكنيسة خصصت رقم حساب في بنك القاهرة للتبرع لمساعدة أهالي القرية في إعادة بناء منازلهم، وإحنا أعلننا برضو عن رقم فاكس الحلقة اللي فاتت عن بالنسبة للمستشار أمير رمزي قاله بالنسبة لخدمة الراعي وأم النور. فخدمات كتيرة جدا بتحاول إن هي تساعد هذه الأسر، وإحنا ونشاتكم كل مرة من فضلكم ان احنا نمد يد العون للأسر دي اللي زي ما بنقول مبدئيا 90 أسرة، لكن كان قبل كده قالوا 150، هو 90 أسرة دي اللي جابوا بيها بيانات بأسمائهم وأعدادهم وكل ده. والقائمة يعني الحقيقة انا يعني مش هقدر طبعا اعرض كل حاجة عليكم، لكن اعتقد انه لو حبينا نشوف قد ايه الاسماء دي موجودة، اسماء كثيرة جدا، يعني اسماء كتيرة بالأعمار وبأولادهم إيه واللي حصل معهم إيه، واللي هم كانوا تهجروا بسبب حرق منازلهم أو نهب منازلهم أو تكسير أكل عيشهم تكسير محلاتهم. فكل الأسر دي 90 أسرة تم، بنشكر قدس أبونا أيوب يوسف راعي كنيسة مرجرجس إنه عمل زي ما بنقول ده فايل، يعني يعتبر عمل توثيق بقائمة لتسعين أسرة. 90 أسرة تركت كانت اتقال في بعض الأخبار أيضا أنه تم عودة بعض الأسر منهم، لكن الحقيقة احنا نفسنا أنه يعني ترجع كل الأسر. الإسلاميين أحرقوا عدد كبير من منازل ومتاجر الأقباط ومارسوا أعمال القتل والتهديد وضد الأقباط وفرض الإتاوات وتهجيرهم من منازلهم وتدمير كنائس القرية، وده اللي خلى هجرة عدد كبير من الأسر القبطية. وإحنا سمعنا الأخبار دي كمان قبل 3 يونيو وقبل 3 يوليو وقبل كمان 14 أغسطس، يعني من قبل كل الأحداث دي كان في ناقوس خطر بيدق في دلجة ومحدش استجاب. لكن وكتير قوي بصراحة يعني بيعتبوا على حكومة الببلاوي وعلى الأمن بأنه طيب يعني إيه اللي أخركم ده كله، كنتوا متأخرين ليه كل الوقت ده وكل ده حصل، والمناشدات دي كانت من قبل حتى ما يحصل فض الاعتصام ولا ثورة 30 يونيو، كل ده كان من قبلها. وفي تقرير للبي بي سي انجلش واحنا عرضنا منه اجزاء، الكلام ده كان من فتره من قبل كل ده، يعني كان ده بيقول لكم ان في خطر، كان بيقول لكم ان في خطر في دلجه حتى عليكم انتم، هو الاسم اتكسر واتبهدل وحصل كل ده يعني، بس كان لازم يكون في يعني تحرك اسرع. الداخلية بتقر بتقول انه هتعود الامن بالكامل خلال 24 ساعة، وانه الحملة يعني مش فرقعة اعلامية، يعني هو بيقول كده، احنا ما بنقولش انها فرقعة اعلامية، احنا دايما بنقول التأخير. ليه التأخير؟ يعني ليه جيتوا في اخر لحظة زي الافلام دايما ما بتمثل، دايما تلاقي في الافلام العربية بتاع زمان انه اخر من يوصل للمكان الحادث هي عربية الامن، فليه كده؟ فلكن كنكم بتوعدوا انه اولا احنا ما قلناش ان ده فرقه عالميه، احنا شفنا مشاهد وانتم متواجدين في القريه وكل ده والسيطره وكل حاجه تمام، لكن في لسه تخوفات. الوعود اللي بتقولوها انه في خلال 24 ساعه باذن الله هيكون في امن تام، نتعلم
يتعشم هذا. وده اللواء اشرف عبد الله مساعد وزير الداخليه للامن المركزي قال انه في خلال 24 ساعه هتكون دلجه امنه تماما، والبؤر كانت ارهابيه وليست اجراميه فقط. وايضا قال انه تم ضبط اكثر من 60 شخص وفرض طوق امني على القريه ولضبط باقي العناصر المطلوبه. وقال ان انفلات الامني امتد لحرق الكنائس، ترويع الامنيين ليس مجرد منع المواطنين من دعم ثوره 30 يونيو، ستتم عوده الاسر المهجره خلال 24 ساعه. طب يعني بالعقل كده، مع احترامي لكلام حضرتك، هتتم عودتهم فين؟ إذا كان في بعض المسلمين الشرفاء في القرية كانوا مستضيفين ناس من المسيحيين اللي بيوتهم اللي ما قدروش يهجروا القرية علشان خاطر كان ما لهمش أماكن تانية، لكن لما ناس مشيت وبيوتها محروقة حضرتك هترجعهم إمتى؟ يعني أنت عايز تقول لي إن البيوت دي في خلال 24 ساعة هتعيد ترميمها وإنها تكون صالحة لأن الأسر دي ترجع؟ دي بقى شوية يعني دي تصريح كده شوية هنقول ده فرقعة بقى منكم، لأنه يعني خلال 24 ساعة هترجع فين؟ هي الأسر دي هاجرت ليه؟ مش يعني هجرت، يعني انا نفسي رد، يعني بتمنى ان ده يوصل للواء اشرف عبد الله. احنا على فكره زميلتنا كانت بتحاول التواصل لرقم تليفونه عشان نتكلم معاه، واحنا كمان معلش بعتذر لانه احنا في حاجه في التليفونات مش عارفين نتواصل مع اي حد من ضيوفنا، وعدناكم استاذ محمود رجع مرتين والخط فصل تاني، فعشان كده انا بس بقول لكم انه يعني احنا بنعتذر لموضوع التليفونات. استاذ اللواء اشرف عبد الله مساعد وزير الداخليه للامن المركزي، متفقه معاك في ان كنتوا هتعيدوا الامن وهتتواجدوا كل الكلام ده، مش متفقه في جزئيه ان في خلال 24 ساعه هتعيد الاسر اللي كانت اتهجرت، هتعيدها فين؟ انا بس عايزه اعرف هل انتوا يعني يقتلهم مكان يرجعوا فيه؟ ما هو يعني بالعقل كده الاسر دي سابت القريه عشان بيوتها اتحرقت، اكل عيشها اتحرق، عندهم اولاد وعلى وش مدارس، قول لي حضرتك هترجعهم فين؟ عشان بس احنا نبقى عارفين، خلينا واقعيين. قول لي مثلا في خلال شهر هنرمم بيوتهم ويبقى كتر خيركم، يبقى القوات المسلحه بدل ما بس اتكلمت عن ترميم الكنائس يبقى كتر خير القوات المسلحه كمان ان هي والامن والشرطه والتعاون مع المجهودات والجمعيات الاهليه وما الى غيره وحقوق الانسان اللي بتقعد تتكلم وبس وبيجي لها تمويلات قد كده، ان مثلا في تعاون انه هنبتدي نرمم بيوت الناس دي وهنعيدها مثلا في خلال شهر كده. اوكي اقول لك الف شكر وكتر خيركم، والاسر دي بعد شهر هترجع بيوتها تاني، لكن في خلال 24 ساعه الاسر ترجع فين؟ معلش انا اسفه. يعني ايضا الانبا مكاريوس الاسقف العام لمطرانيه المنيا وابو قرقاس كان حذر من الاستمرار في حاله الاحتقان بين الاقباط والمسلمين. فين اولادهم بقى؟ الجيل اللي طالع، الجيل اللي احنا كنا شايفين الاطفال بتضرب طوب على الكنيسه في سوهاج المطرانيه، وقلت لكم انا لفت نظري بالرغم من كل حاجه كان لفت نظري الامر ده، بس اطفال، اطفال في حتت كتير، اطفال كانت في كرداسه وهم بيهجموا على الكنائس وعلى ايضا اسم الشرطه. فانت بتتكلم على جيل من الاطفال عنده احتقان شديد جدا، اهله مربيينه على انه يكره اخوه المسيحي اللي في الفصل. فبالتالي الحياة الأنبا مكاريوس بنشكره على أنه مع اقتراب موعد العام الدراسي بيقول أنه إحنا لازم ناخد بالنا أنه هيكون في حالة احتقان. طالب الأسقف العام الأسر القبطية أن تشرح لأبنائها بكثير من الموضوعية والمسؤولية الأحداث التي جرت على الأقباط ودوافعها وتبعاتها. وكمان قال لنا ان احنا نحاول نعلمهم ان احنا ما يكونش مع جوانا اي حقد ناحيه اي حد. طب ده كويس، ده من ناحيتنا، لكن النصيحه كمان لاخواتنا المسلمين ان هو بينصحهم بان احنا نتعاون معا لاجل مصر ولاجل التعايش السلمي، وان احنا لا نترك مصر لاننا نحبها وانتمائنا ليها، وده مهم جدا. فدعوه لكل الاسر والاسر المسلمه الكويسه اللي في القريه لازم برضو تعمل مجهود مع الاسر الباقيه علشان فعلا يكون في سلام، وعلشان ما نسمعش ان مش عارف طفل ضرب طفل في المدرسه علشان شده في الاحداث اللي حصلت قبل كده، وده للاسف بيحصل حاجه كتير. او طفل زي ما دايما بنسمع ويجي طفل مسلم ويقول للطفل مسيحي اصل انتوا هتدخلوا النار، اصل انتوا مش عارف ايه، الكلام ده بيبقى على الاسر. الطفل ده ماده خام ما يعرفش حاجه، اللي بيغذيه هو ابوه وامه، الاب والام في البيت. فبالتالي دعوة لكل الأسر المسيحيين إن إحنا أطفالنا يكونوا متسامحين أكتر ومحبين، وحتى لو سمعوا كلام جارح ما يردوش عليه بمثله، ولا حتى لو حد أساء ليهم ما يردوش الإساءة بالإساءة، لكن يحاولوا على قد ما يقدروا يكون في يعني هدوء، والأطفال المسلمين يكونوا أيضا يراعوا إخواتهم وما يبقاش في تشاجرات وأمور زي كده. ويعني إن بيقول برضو حتى لو سمح حاجة زي كده قداسة النيافة
مستشفى الأنبا مكاريوس عفوا أسقف العام، بيقول إن إحنا لو الله سمح، إن الله سمح بذلك لخيرنا فهو يحبنا وسيحول كل ذلك إلى بركة. ده إيماننا أيضا. ده كان يعني برضو علشان نخلص من امر دلجة. وزي ما بقول لحضراتكم احنا كان معانا تليفونات كتير جدا، وكان معانا ناس كتير هيدخلوا معانا يكلمونا على الاوضاع، لكن للاسف مش عارفين نتواصل، مش عارفه ليه. فهكمل لحضراتكم بعض الاخبار ايضا. الجماعه الاسلاميه بقى على الجانب الاخر بتقول ان دلجة رمز للصمود والبلطجيه، هم من اعتدوا على المسيحيين. قالت الجماعة الإسلامية إن الحملة الأمنية الموسعة وغير المناسبة على قرية دلجة بمركز دير مواس بمحافظة المنيا لم تكن لشيء سوى لمعارضتها الانقلاب وخروجها اليومي في تظاهرات. ده بجد؟ يعني أنتوا شايفين أنه الناس اللي تضررت دي كلها، هو أنتوا ما شفتوش طيب ده كان من الأمن؟ هم الأمن اللي جروا جثة طنيوس ولا مين؟ هتقولي ده بلطجية؟ هم الامن اللي حرقوا؟ على فكره في اعترافات من الناس اللي تم القبض عليهم، وفي اسر معروفين بالاسم يعني اللي تم القبض عليهم، وقال لك احنا عملنا كده عشان كنا منفعلين. حتى يوسف الحسيني علق في برنامجه عليهم وقال لك طب ما هو الامن برضو منفعلين، قبضوا عليكم وان شاء الله منفعلين هيتعاملوا معاكم، منفعلين. فبالتالي طيب احنا مش هنعول قوي، الجماعه تقول زي ما هي عايزه تقول، والجماعه الاسلاميه ولا الاخوان المسلمين ولا هم اولاد عم ولا مين مع مين، ولا مين اللي في دلجه ومين اللي ضد الانقلاب، وعاصم عبد الماجد كجماعه ممثل للجماعات الاسلاميه هو ايه علاقته بالاخوان؟ طبعا الجماعات من الاخوان والاخوان من الجماعات وكلهم عيله في بعضيهم طبعا، وبالتالي التصريحات دي كلها تصريحات ملهاش اي لازمه معايا. في كمان حصل خطف بقى تاجر غلال قبطي بالمنيا وطلبوا فدية 2 مليون جنيه. الكلام ده حصل اليومين اللي فاتوا، وتم اختطاف قبطي يدعى أيمن عادل سلامة عنده 35 سنة تاجر غلال من مدينة مغاخة. المختطفين طلبوا فدية 2 مليون جنيه. طيب يعني أتمنى أنه يعني يكون في مجهودات من الأمن برضو في المنيا، يعني أتمنى أن محافظ المنيا ومدير أمن المنيا يراعوا شوية كل الدنيا اللي حاصلة في المنيا. تم إخلاء سبيل 12 متهم في الأحداث الطائفية اللي كانت بسبب أغنية تسلم الأيادي في قرية بني أحمد الشرقية. غرفة المشورة محكمة المنيا الابتدائية اليوم تم قررت إخلاء سبيل 6 مسيحيين و6 مسلمين اللي كانوا مقبوض عليهم بكفالة 1000 جنيه. انتوا فاكرين طبعا أحداث قرية بني أحمد واللي حصل والحرق والدنيا اللي قامت بسبب أنه كان في قهوة مشغلين أغنية تسلم الأيادي، ويعني بصراحة أغنية تسلم الأيادي هتلاقوها موجودة في أخبار كتيرة جدا بتستفزهم بشكل كبير جدا. فواضح أن تسلم الأيادي دي هي كلمة السر النهاردة، أي حد من الناس دي عايز يعمل أي حاجة يقول لك أصله سمعوا أغنية تسلم الأيادي. فبالتالي يعني الموضوع ده يعني بجد لو خدتوا بالكم وعملنا حصر كده كام اشتباك وكام حد وكام حريقه وكام حاجه حصلت بسبب اغنيه تسلم الايادي. دي اغنيه يا جماعه، انتوا بتستفزوا ليه من الاغنيه دي؟ يعني الناس دي مالها؟ يعني على زي ما قلت لكم كان مصطفى حسين جايب يعني كاريكاتير موضح قوي عامل كده، واغنيه تسلم الايادي لواحد من الجماعات الاخوان او الجماعات الاسلاميه. طيب كويس جدا الحمد لله تواصلنا دلوقتي ومعانا الاستاذ حنين من قريه دلجه. استاذ حنين بيقال انه كان مختطف والحقيقه عايزين نتعرف على قصته. استاذ حنين بنرحب بحضرتك معانا. استسمحك توطي التلفزيون تسمعني من التليفون بس معلش. طيب الحمد لله على سلامتك يا استاذ حنين. وقبل ما ندخل في تفاصيل اختطافك وعودتك بالسلامه، انت حاسس بايه اليومين دول؟ الامن شكله ايه؟ لا الامن كويس بالظبط. طيب يعني مطمنين؟ انا بس عايزاك تبعد عن التلفزيون معلش الله يخليك. ماشي معاك يا يعني في بعض ايوه استاذ حنين، بعض شهود العيان من عندكم القريه لسه قلقانين بما فيهم حتى الابس الوانس. اول ما حصل تواجد للامن كان قال انه احنا يعني يجب الحذر والامن ياخد يعني احتياطاته. استاذ حنين لا هو الامن عندنا هنا بيجي كويس دلوقتي معانا من المنطقه برضه. الو انا سامعاك اتفضل. أيوة معاك أنا أستاذ. طيب يعني
أغلبية الأسر أنتم مطمنين؟ يعني أغلبيتكم مطمنين ولا لسه قلقانين من ردود الفعل؟ الموضوع اللي أثاره نيافة الأنبا مكاريوس أنه ممكن يكون في قلق بالنسبة لتعامل الأولاد في المدارس المسيحيين والمسلمين مع بعض. أستاذ حنين أنت لسه بتسمعني من التلفزيون، عايزك تسمعني من التليفون أرجوك. نعم ايوه. طيب استاذ حنين احكي لنا طيب عن قصتك، احكي لنا عن القصه، طيب ازاي تم خطفك وكنت فين ورجعت ازاي؟ على خطفك من اول. ايوه الو. ايوه استاذ حنين، اللي حصل مع ان كنت في اشوف لمرات عمي وتم اختطافها من المستشفى من 4 افراد. فاخذوني يوم كان يوم الثلاث يمكن نقصد 20 او 21 يمكن 8. ايوه قعدت اسبوع انا وجيت يوم الاثنين، بس جيت على اساس دفع 20 ضرب. دفعوا كام؟ اهلك دفعوا كام؟ دفعوا 180,000. 180,000. طب انت كنت طول الوقت ملثم ولا كنت شايف مين اللي خطفوك دول؟ لا ما كنتش شايف حد خالص بصراحة، لكن سامع أصوات، كنت سامع صوتهم يا أستاذ حنين؟ يعني بعض أحيانا كنت أسمع صوتهم يتكلم ويطلع بعيد عني. يعني ما كنتش شاكك إن هم ناس من القرية لغاية بعد ما تم، يعني بعد ما رجعت بالسلامة، هل أي حد توصل مين دول اللي كانوا خاطفينكم؟ لا ما عرفناش بصراحة. طيب وبالنسبه للثلاثه اللي معاك، يعني انت بتقول انتوا كنتوا 4 مخطوفين، رجعوا هم كمان ولا محدش عارف عنهم حاجه لسه؟ لا 4 اللي اتكفر عليهم خطفوني، مش 4 كنا مخطوفين. 4 اللي اعتدوا اللي كانوا طيب معلش انا سامعه شويه. طيب اعتدوا عليا وخدوني 4 افراد. لكن ما كنتش غير انا وحدي بس. تمام. وفضلت اسبوع معاهم لغايه ما تم دفع 180,000 جنيه واطلقوا. كان يعني سابوك فين وقت ما اطلقوا سراحك؟ قريب من المنطقه بتاعتنا، سابوني عن كده على الساعه 8 يمكن بالليل، الجو كان دمار، جابوني انا بقعد عليهم جميع برضه وسابوني. لكن ما كانش فيه اعتداءات، يعني ما حدش كان بيضربك؟ يعني كان فيه ضرب او اعتداء عليك ولا؟ لا ما كانش الكلامات دي، بس زي ما بقول اللي خلى المادة تطورت، لأن إحنا ناس معناها شيخ كمية دي لما كونوا 180 وبعت له. مين اللي ساعدوكوا طيب في جمع المبلغ ده؟ مين اللي ساعد أسرتك يا أستاذ حنين في أبويا وأمي اللي لم الفلوس، بس في عندنا كويسين مسلمين ومسيحيين بعتوا لأبويا وأخويا فلوس في نفس الأسبوع اللي أنا كنت مخططة فيه. يعني الحمد لله على سلامتك يا استاذ حنين، الحمد لله على سلامتك. انت عندك اولاد؟ ايوه عندي اتنين. ربنا يخليهم لك والحمد لله انك رجع. الحمد لله. بس طبعا احنا ال 180 دي ما كانتش موجوده كلها، لما نجحت هنا الدين تعتبر احنا كل اللي كانت معانا 20,000 في الجزيره. معلش ربنا يعوضكم، والحمد لله ان انت بخير ورجعت بسلام، وان شاء الله ربنا يعوضكم وربنا يعوض كل الاسر اللي ساعدتك، وان شاء الله اكيد هيكون في يعني دعم بحيث ان انتوا تسددوا للناس اللي انتوا اخدتوا منها الفلوس دي المبلغ ده كله يا استاذ حنين. طيب في حاجه عايز تقولها لنا؟ يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني انتوا كاسر مطمنين؟ يعني الحمد لله الحتة اللي احنا فيها كويس، والحمد لله الأمن ظبط المنطقة هنا الحمد لله. طيب الحمد لله، ربنا يحافظ عليكم دايما. بشكرك جدا استاذ حنين عبد الله من قريه دلجه، كان مختطف والحمد لله رجع بالسلامه، وربنا يحافظ على كل الناس، وبرضه زي ما بنقول اي ناس مختطفه نتمنى عودتها بالف سلامه يا رب. يعني ده الحقيقه اللي احنا زي ما بنقول نتمنى دايما انه يعني يحصل. طيب ردا بقى على في شويه حاجات كده على المستوى السياسي العالمي اللي ليه علاقه بالاقباط يعني، واستفزت ناس كثيره جدا. في خبر نزل
بالامس نزل على صحف كثيره جدا منها جريده الاهرام انه في البنتاجون واحد متحدث باسم وزاره الدفاع الامريكيه البنتاجون كان بيقول انه حصلت محادثات ما بين السيسي ووزير الدفاع الامريكي وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الامريكي هاجل كانوا بيبحثان هاتفيا امن الاقباط في مصر، والسيسي قال ان احنا قال لهم قادرون على حمايه الاقباط ونرفض اي تدخل في الحرب ضد الارهاب في سيناء والاوضاع الامنيه في مصر في طريقها للاستقرار. الحقيقة يعني مش فاهمة الخبر نفسه، يعني ليه وزير الدفاع الأمريكي بيتحدث في مثل هذا الشأن بالنسبة لأنه قادرين مصر تحافظ على الأقباط ولا مش قادرين؟ وأنتوا من إمتى عملتوا حجر الأقباط عشان أنت جاي تتكلم النهاردة كوزير دفاع أمريكي؟ هل لم يصلك الكلام بأنه رئيسك والرئيس أوباما هو من يدعم الإرهاب وهو من دعم هذه الجماعة اللي بمجرد أنه تم عزل الرئيس الممثل ليهم حدثت كل هذه الأمور؟ يعني زي ما بقول أنه كل ده بيعني شيء واحد بالنسبة لنا، بيعني أنه الرسالة اللي هم بيحاولوا يوصلوها للغرب وخصوصا لأمريكا أن الحكومة المصرية غير قادرة على حماية الأقباط في مصر، وأنه الحكومة المصرية غير قادرة على أنه يكون في سيطرة أمنية كاملة، وبالتالي ده اللي يدع أنه أو ده اللي احنا نفسره بأنه يخلي وزير الدفاع الأمريكي يتكلم في مثل هذا الشأن. هذا الشأن داخلي لا يخصكم، وزي ما بنقول انه مش مفترض اساسا ان انتوا تتعاملوا وتتحدثوا في مثل هذه الامور، لكن عموما الحقيقه الفريق اول عبد الفتاح السيسي بيقال نتيجه للبيان او للتقرير اللي كانوا البيان اللي كانوا عاملينه وزاره الخارجيه الامريكيه وزاره الدفاع الامريكيه البنتاجون انه السيسي قال لهيجل انه تم ضرب اغلب البؤر الامريكيه والتعامل بالقانون مع دعاه العنف، وان القوات المسلحه تحملت نفقات اي عمليات تخريبيه حدثت للكنائس خلال الايام الماضيه، مضيفا ان مصر ترفض اي تدخل اجنبي بدعوه حمايه الاقباط وان الاقباط انفسهم يرفضون ذلك لانهم مصريون من الدرجه الاولى. بنشكرك الفريق اول عبد الفتاح السيسي، واحنا فعلا بنرفض كل الاقباط في مصر وكل الاقباط على مستوى العالم وخصوصا امريكا، نعلم مدى دعم هذا الرئيس للارهاب، وعشان يجي يتكلم دلوقتي عن حته الاقباط، طب انتوا ما اتكلمتوش على الاقباط قبل كده ليه؟ كنتوا فين من حادث ماسبيرو؟ كنتوا فين من الاحداث اللي حصلت؟ كنتوا فين وساكتين لغايه دلوقتي على حادث كريست القديسين اللي احنا ما عرفناش مين اللي فجره ومين اللي قتل اكتر من 21 لغايه دلوقتي؟ كنتوا فين من كل ده عشان تيجوا النهارده بتتكلموا على حمايه الاقباط في ظل انه يعني ما كنتم تسمونه بانه انقلاب عسكري؟ فهذا الخبر الحقيقه لاقى عايز اقول لحضراتكم ردود افعال وتعليقات كثيره جدا جدا، هجوم ورفض للتدخل وزاره الدفاع الامريكيه او امريكا او اي تدخل اجنبي في شؤون مصر وخصوصا الاقباط. أيضا اللجنة الأمريكية للحرية الدينية بتطالب أوباما باتخاذ إجراءات للضغط على مصر لحماية الأقباط. بعثت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الهجمات الطائفية غير المسبوقة التي ترتكب ضد المسيحيين في مصر، تحثه على التحدث بوضوح ودقة حول الهجمات اللي تعرض ليها الأقباط منذ 14 أغسطس اللي هو مع فض اعتصامي النهضة ورابعة، واتخاذ إجراءات للضغط على الحكومة المصرية لحماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى، مشيرة إلى ضرورة أن تفهم الحكومة المصرية المؤقتة أهمية التحقيق فورا وبدقة في هذه الهجمات ومحاكمة الجناة بأقصى عقوبة يسمح بها القانون وتوفير حماية أكبر للمسيحيين وأماكن عبادتهم. اللجنة قالت بمجرد بدء قوات الأمن في فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول مرسي بالقوة شهدت الكنائس سلسلة منظمة من الهجمات بتحريض من متطرفين، وقد كنا منزعجين للغاية من تسامح قادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين أو حتى تشجيعهم للعنف ضد المسيحيين، بينما تقف السلطات المؤقتة بعيدا أو كانت بطيئة في مواجهة الهجمات. احنا متفقين انها بطيئه، لكن انا بقدر في هذا التقرير بانه او الرساله بانه الاعتراف بانه المفترض موجهه لاوباما بانه من قام بهذه الهجمات هم الاخوان وانصار المعزول. دي الجزئيه الحقيقيه اللي بقدرها في هذا التقرير. ايضا البابا فرانسيس بيدعو المؤتمر بحث اوضاع مسيحي الشرق، والفاتيكان شهد انطلاق مؤتمر دعا اليه قداسه البابا فرانسيس لبحث اوضاع مسيحي الشرق في ظل التطورات الجاريه. هو المؤتمر الاول الذي ينظمه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وقالت مصادر ان البابا يراقب الاوضاع والتطورات الحادثه في الشرق الاوسط عموما والتي تتسارع في المنطقه، وبيتحسر يعني زعلان وحزين على
يعني غياب المؤسسات المسيحية وعدم تأثيرهم في مجرى الأحداث. وبيتوقع في توقعات أن يخرج المؤتمر بتوصيات علنية وأخرى سرية سيؤكد الثوابت، من ضمنها دعم تحركات الشعوب العربية الطواقة إلى الديمقراطية ونبذ العنف. يعني مؤتمرات ما علينا. في برضو قصة ليها علاقة الحقيقة بالمجلس القومي للمرأة، بيطلب ملف كامل على القبطيات المختطفات من رابطة الاختفاء القسري. والحقيقة ان في مجهودات للأستاذ برام لويس في هذا الشأن، وانه بسبب هذه المجهودات وصل الأمر لان مجلس القومي للمرأة يطالب بهذه القرارات الحقيقة. لانه من ضمن الأشياء اللي لفت إليها، وده خبر 45، من ضمن الأشياء اللي لفت إليها النظر الحقيقة الأستاذ برام ورابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، قصة الحقيقة مؤثرة جدا، إنه في أم خطفت طفلايها علشان خاطر تجبرهم على التحول للإسلام. والأب بيشتكي، والأب الحقيقة حزين جدا لهذا الأمر، واستغاثات للأزهر والكنيسة والداخلية لاستعادة الطفلين. كشفت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري قيام هناء عبده كامل، اللي احنا شفنا صورتها من شوية، ودول الطفلين. هناء عبده كامل بشوي غيرت ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وأجبرت طفلايها في لوباتير مجدي عطية وفادي مجدي عطية أعمارهم 5 سنوات وثمان سنوات على تغيير ديانتهم وأسمائهم إلى كريم وياسين. طب دول أطفال، ده تقريبا زي قصة كاميليا لو تفتكروا، لما كانت ماريو وأندرو، وقد إيه إنه، بس هنا القصة مختلفة، إن كاميليا كانت بتدافع عنهم من إنه الأب هو اللي كان ليه حق إن هو ياخدهم ويغير ديانتهم لما كان أسلم. ومن الواضح كده برضو إن الأم طالما هي كمان الأم اللي أسلمت، فمن حقها إنها تاخد أطفالها وتأسلمهم. ده بالقانون، نتمنى إن القانون ده يتم مناقشته في الدستور الحالي، لأنه هذا القانون الحقيقة قانون ظالم وغير عادل. وبأي حق إنك أنت بتاخد أطفال، وبأي حق برضو بتقول إنه لازم الديانة بتاعتهم طالما حد من الطرفين غير للإسلام يبقى ياخدهم للإسلام. الرجاء الانتظار لحين بلوغهم سن الرشد ويقرروا هم بنفسهم. الأب الحقيقة يعني له حق في أنه طالب واستغاث بالأزهر وبالكنيسة وبالداخلية لاستعادة الأطفال. والد الطفلين مجدي عطية الحقيقة أرسل استغاثات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب، وأيضا قداسة البابا توادروس، وأرسل استغاثات لوزارة الداخلية لمساعدته في استعادة أطفاله. اتهم والدتهم طبعا باختطافها وتغيير ديانتهم إجبارا. 5 سنين و8 سنين يا جماعة، 5 سنين و8 سنين، يعني بأي حق؟ وأيضا يعني أنه بيقول أنه هو تعرضوا للضرب، أن الأطفال تعرضوا للضرب والاعتداء لإجبارهم على هذا الفعل الإجرامي، واللي بيعتبر وطبقا للقانون تعدي على حقوق الأطفال. الأستاذ برام لويس مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري قال أنه سبق وتقدموا بعدة بلاغات طوال السنوات الـ3 سنوات الماضية للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والإرشاد وإدخال تعديلات على القوانين التي تسمح للراغبين بتغيير ديانتهم بالانفراد بإرادتهم المنفردة عند سن 18 ليصبح 21، وضمان بلوغهم السن الحد الأدنى من الفهم والإدراك. وبالتالي طبعا مجهودات الأستاذ برام يشكر عليها وصلتنا بأنه يبقى عندنا النهاردة خبر بيقول أن المجلس القومي للمرأة بيطلب ملف كامل عن القبطيات المختطفات أيضا من رابطة الاختفاء القسري، ونتمنى الاستجابة لاستغاثة هذا الأب، الأب مجدي عطية جدلة، أولاده فادي فلوباتير مجدي عطية وفادي مجدي عطية. يعني دي استغاثة أعتقد أن احنا لاجب النظر إليها. طيب محتاجين أعزائي المشاهدين أن احنا في بعض الأخبار الأخرى اللي وعدت حضراتكم بيها، بعتذر أن احنا مش قادرين نتمكن من استعادة الاتصال بمحمود، لكن هنحاول مرة أخرى. وأيضا يعني كل أغلبية الاتصالات اللي كانت معانا برضو مش عارفين نتواصل معاهم، ان شاء الله يكون في الجزء الثاني من حلقتنا نحاول ان احنا نتواصل. عايزين زي ما قلت لحضراتكم هناخد فاصل، هنتكلم بعد الفاصل عن احداث سوريا، ونستمر في الصلاة من اجل سوريا ومن اجل مصر ومن اجل كل الاحداث اللي بتحصل على مستوى العالم كله. سلام وامان يا رب للعالم كله. فاصل مشاهدينا ونعود اليكم. Thank you.
الحور والشجرة مخصمة العصفور وأقول تسرق عقول ليه الضلمة مصدق النور واللي هو تتحدى بحور والشجرة مخصمة العصفور وأقول تسرق عقول ليه بقينا بننهش في بعض والسلام مش طايل حد يا الله احمينا اللي بقينا بننهش في بعض والسلام مش طايل حد يا الله احمينا وتحوطك أفكار بوعود ملهاش قيمة من الأساس سايب عقلك ليه مسدود فاكر إنك كده مسدود وتحوطك أفكار بوعود ملهاش قيمة من الأساس اوعى تسيب الشر يدوسك كله طريق ما تقولش كفاية اللي أنا
مشاهدينا، ما زلنا مع حضراتكم في تغطية للأحداث اللي حدثت أثناء اليومين الماضيين، حلقة الأربع 18 سبتمبر 2013، واستعرضنا أشياء كثيرة جدا خاصة بدلجة والحالة الأمنية وسلسلة أيضا القبض على الإخوان، وكان أبرزها القبض على جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان باللغة الإنجليزية وقطع وسط الترابط ما بين الإخوان والغرب، وأيضا أمور كثيرة بالنسبة للاختطاف وحاجات كثيرة اتكلمنا عنها في الجزء الأول، وبعض من الأحداث أو التطورات الأمنية والنجاحات على مستوى الأمن وردود الأفعال الإرهابية من قتل وترهيب لسه مستمرين فيه، ووعود من القوات المسلحة بأنه هيتم القضاء على هذا الإرهاب وعلى الإرهاب بالتحديد في سيناء على بال 6 أكتوبر إن شاء الله. هنستكمل معاكم بعض الأمور، لكن زي ما قلت لكم أن بعد الفاصل هيكون لقائنا مع أحداث سوريا، وطبعا إحنا اتكلمنا عن التطورات في أحداث سوريا بانه روسيا الحقيقه بذلت مجهود كبير جدا وفلاديمير بوتين بالنسبه للاحداث دي، وانه محاولات انه سوريا وافقت على ان هي توقع في اتفاقيه بالنسبه للرقابه على اي اسلحه كيميائيه او على اي اسلحه، وده اعطى هدنه في الامر، ووقف اوباما طبعا عن قرار الضرب، ودي كانت من الامور القويه جدا جدا. أهم تطورات الأحداث في سوريا خلال هذا الأسبوع، سياسيا بدأ الوضع يهدأ بعد نجاح المبادرة الروسية بشكل كبير وقف الضربة الأمريكية، لكن على المستوى الميداني هناك تطورات خاصة فيما يخص مسيحي سوريا. والحقيقة أنا كنت عرضت وقلت لكم أيضا أن ماكين كان نجح، عفوا بوتين كان نشر مقالة، وفي الأيام الماضية ماكين بدأ الرد عليه، حرب المقالات، ماكين يرد على بوتين. السيناتور الجمهوري جون ماكين رد على المقالة اللي كان كتبها فلاديمير بوتين، وفي يعني ذكرت صحيفة روسية هذا الخبر، واللي اتقال انه اتفقت مبدئيا مع المرشح الرئاسي السابق لكتابة مقالة، ويتوقع أن يطرح فيها ماكين آراءه القوية والسلبية إزاء بوتين. الرئيس الروسي كان وجه انتقادات لماكين خلال مقابلة تلفزيونية كمان الخميس الماضي، وقال فيها علينا أن نتذكر من هو بوتين، إنه كولونيل الاستخبارات المنضبط الذي لم يتخلى قط عن الطموحات الروسية الإمبراطورية والسطوة على العالم. فبالتالي يعني انتقادات ماكين للرئيس اللي ده كان خلال مقابلة تلفزيونية، وأعلنت صحيفة أخرى أنه هيعملوا معاه مقالة للرد على المقالة اللي كان كتبها يعني ماكين. كان في ردود أفعال كثيرة
على المقالة اللي اتكتبت، اعتقد مش فاكرة اذا كانت في واشنطن بوست ولا فين، في نيويورك تايمز، انا اسفة، الرئيس الروسي كان في مقالة افتتاحية في نيويورك تايمز، الكلام ده اتكلم فيها ووصف، كان بينصح واشنطن بما وصفه بانه عزم على استخدام القوة الوحشية في السياسة الدولية، وقال كلام كتير قوي في المقالة دي. كانت ردود الافعال من قبل الامريكا انه السيناتور جون ماكين اتفق مع صحيفة روسية ذا كابل ان هم هيرد على المقاله اللي كتبها بوتين في نيويورك تايمز، وفي لقاء تلفزيوني لماكين قال بعض النقاط اللي هيرد بيها، وكان انتقد الرئيس فلاديمير بوتين وفكر الناس بانه هو كان يعني تابع للمخابرات الروسيه وتاريخه، وقال ان هو لم يتخلى عن الطموحات الروسيه الامبراطوريه والسطوه على العالم، وبالتالي هتبقى في حرب مقالات كده، وهنشوف طبعا هترسي على ايه. سوريا ايضا رحبت طبعا بالاتفاق الروسي الامريكي وصفته بالانتصار. وزير سوري وصف الاتفاق الامريكي الروسي بشان الاسلحه الكيميائيه في سوريا بانه انتصار لسوريا وجنبها لحرب طبعا، وكتير قوي بيقولوا ان فلاديمير بوتين نجح في انه يجنب حرب على سوريا او حرب عالميه عموما. وخطه العمل الاوليه للاتفاق المذكور يتوجب على سوريا تقديم قائمه تفصيليه شامله بكل مخزوناتها من العوامل او الاسلحه الكيميائيه من خلال اسبوع، وان يتم تدمير ترسانه الاسلحه الكيماويه والتخلص منها قبيل منتصف عام 2014. سوريا تخضع لمعاهده الاسلحه الكيميائيه من الشهر القادم، وده كان نشر في فرانس بريس اخبار نيويورك. وافقت الامم المتحده رسميا يوم السبت الماضي على طلب سوريا الانضمام لمعاهده حظر الاسلحه الكيميائيه الموقعه في عام 1993. وايضا المتحدثه باسم الامم المتحده قالت ان الامين العام تلقى الوثيقه الرسميه يوم السبت الماضي لانضمام الجمهوريه العربيه السوريه المعاهدة، مضيفة أن الأمين العام يرحب بانضمام سوريا لهذه المعاهدة، وأوضحت أن بنود المعاهدة ستصبح سارية بالنسبة لسوريا بعد مرور 30 يوم على قبول عضويتها، يعني في 14 أكتوبر القادم. كان في مفاجآت الحقيقة كتيرة، يعني عندنا تحقيق الأمم المتحدة بشأن الضرب الكيماوي في سوريا، وكان في وثيقة سرية زي ما كنت أشرت إليها معانا النهاردة الفيديو الخاص بيها للاستخبارات الأمريكية بتكشف امتلاك الجماعات المسلحة للسلاح الكيماوي، وده كان من روسيا اليوم الحقيقة. طيب احنا عايزين يعني ناخد بعض هذه الامور، لكن كان في برضو ردود افعال شويه على فكره على موضوع المعاهده اللي انضمت اليها سوريا، وانا هطرح ده كتساؤلات. في ناس بتسال هو مش اسرائيل عندها اسلحه برضو، ممكن تكون كمان اسلحه نوويه مش اسلحه كيميائيه؟ طب وبالنسبه لامريكا، هي ترى امريكا عندها اسلحه ولا ما عندهاش اسلحه؟ لكن عموما خلينا زي ما بقول لحضراتكم ده سؤال تم طرحه وهتركه برضو مطروح، مش هنرد عليه، لكن الحياة خطوة جيدة من سوريا ان هي توقع على هذه المعاهدة وتدخل في هذه المعاهدة في اطار ان هي بتقي مش بس نفسها من الحرب، لكن زي ما قلنا كانت هتبقى في حرب عالمية ثالثة. خلينا نشوف مع بعض نتائج تحقيق الامم المتحدة بشأن الكيماوي، وايضا ورا بعض كده الوثيقة السرية للاستخبارات الامريكية أوردها تقرير فريق المحققين الدوليين بشأن استخدام الكيماوي في سوريا، غير أنه أخفق في توضيحها بالشكل الذي من شأنه أن يقود إلى الجهة التي تقف وراء استخدامه. فالتقرير أشار إلى أن العينات البيئية والكيميائية أكدت وجود أدلة واضحة ومقنعة على استخدام غاز السارين في أغسطس الماضي، غير أنه لم يوضح مصادر الحصول على هذه المادة أو الجهة التي تمتلك هذه المادة. وعن السلاح الذي استخدم لإطلاق هذه المادة، فالتقرير أشار إلى مخلفات صواريخ لها شكل مغاير لقذيفة المدفعية من طراز M14، ولها إما رؤوس حربية أو بدائية الصنع تم إطلاقها من منصة إطلاق واحدة متعددة الفوهات، دون أن يحدد الجهة التي تمتلك هذه الصواريخ، ودون أن يشير ما إذا كانت الصواريخ محلية الصنع أم مستوردة من الخارج. التقرير لم يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وأخفق أيضا في تحديد مسار إطلاق الصواريخ أو المناطق التي أطلقت منها لتحديد هوية مستخدميها.
وذكر التقرير أيضا أنه بينما كان المحققون في موقع الهجوم بالغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، جاء أفراد يحملون ذخائر مشتبها فيها، مما يشير إلى احتمال نقل بعض الأدلة أو التلاعب بها، الأمر الذي يطمس بدوره حقائق عدة. بعد المبادرة الروسية بوضع السلاح الكيماوي السوري تحت الرقابة الدولية التي ألجمت الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا وانضمام الأخيرة إلى المعاهدة الدولية لحظر هذا النوع من السلاح، بات سؤال يطرح نفسه بقوة نظرا للوضع الرهين على الأرض. كيف يمكن تفادي استخدام الجماعات المسلحة لهذا السلاح في ظل تقارير تحدثت عن مسؤولية بعض هذه الجماعات عن هجمات كيماوية في وقت سابق؟ علاوة على التقرير الروسي المكون من 100 صفحة والمقدم إلى الأمم المتحدة والذي يؤكد استخدام غاز الأعصاب من طرف الجماعات المسلحة في خان العسل بالقرب من حلب في مارس آذار الماضي، ها هي وثيقة سرية مسربة للاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجماعات المسلحة مرتبطة بالقاعدة في سوريا امتلكوا وصنعوا غاز السارين السام بهدف تنفيذ هجمات كيماوية. وجاء في الوثيقة التي نشرها موقع WND الأمريكي إنه تمت مصادرة عبوات من غاز السارين من عناصر من جبهة النصرة المتمركزين في جنوب تركيا على الحدود مع سوريا في مايو أيار الماضي. التقرير أشار أيضا إلى أن قوات الأمن التركي عثرت على عبوات تحوي كيلوغرامين من غاز السارين فيما كانت تفتش منازل مسلحين سوريين من عناصر جبهة النصرة في منطقة على الحدود مع سوريا. الوثيقة ألمحت إلى تورط القاعدة في العراق بهذا الموضوع، حيث ذكرت أن تحقيقات أمريكية كشفت استنادا إلى مصادر عشائرية في العراق عن وجود 50 مؤشرا مشتركا يظهر قيام تنظيم القاعدة في العراق بتطوير غاز السارين لإرساله إلى المقاتلين في سوريا. تأتي وثيقة الاستخبارات الأمريكية بعد شهادة أخرى تصب في هذا المنحى، وهي إفادة الصحفي الإيطالي دومينيكو كويريكو والكاتب البلجيكي بيير بيتشينين دابراتا اللذين قال إنهما سمع حديث جرت بين خاطفيهما تؤكد تورطهم في الهجوم الكيماوي في الشهر الماضي بالغوطة الشرقية قرب دمشق. ورغم التوافق الروسي الأمريكي بشأن الكيماوي السوري فإن أعتقد هذه الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية نتمنى أنها تكون وصلت للرئيس أوباما ويكف عن اتهام بشار الأسد، وأنه حاجات كتيرة وضحت في هذه التحقيقات. أيضا الأمم المتحدة أشارت أن في تلاعب حدث في الأدلة، وكل ده بيؤكد أنه من يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية هو الجيش الحر التابع للقاعدة اللي في منه إخوان مسلمين اللي كان تابع لمصر واللي تابع للعراق واللي هي التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. مين اللي عايز ينفذ مخطط أمريكي إسرائيلي بأنه إسرائيل هي تبقى أقوى القوى العظمى في الشرق الأوسط، وكل هذا الأمر ربطوه ببعض كده هتوصلوا. وياريت كل الإعلاميين اللي في مصر اللي لسه مش فاهمين اللي بيحصل في سوريا يشوفوا المشاهد دي علشان خاطر يقتنعوا ويعرفوا إيه اللي بيحصل، وبشهادة الكثيرين. وحتى هذا الصحفي الإيطالي الحقيقة أضاف الكثير بعد ما كان مخطوف وتم تعرضه لأشياء كثيرة وتعرف على أمور بدأ يفصح عنها، بأنه هؤلاء الناس اللي بيسموا نفسهم الجيش الحر ما هم إلا شوية شبيحة بلطجية، مش الجيش السوري اللي قاعدين كل شوية يقولك شبيحة الأسد عيب عليكم. يعني عموما مسيحي بقى السوريا الحقيقة ومعلولة أثر فينا جدا جملة الحقيقة كانت بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت، بأنه واحد من الشهداء اللي استشهدوا في معلولة في سوريا كان بيقول لو انتوا هتقتلوني علشان انا مسيحي اذا اقتلوني انا مسيحي. الحقيقة الجملة دي اثرت فينا جميعا، وقد ايه انه هذا الشهيد يعني نال الشهادة بانه فعلا يعني الحقيقة اذا كنتوا بتقتلوني عشان انا مسيحي اذا انا مسيحي ولن اتخلى عن مسيحيتي وساتمسك بالمسيح ومستعد ان اموت من في يعني في سبيل مسيحيتي. هذه الامور الحقيقة مؤثرة جدا، وزي ما قلنا تم اعتداء على كنيسة، وحتى هم نشرينها في المواقع بتاعتهم بانه ده فخر ليهم ان الجيش الحر اعتدى على كنيسة هناك، وامور كتيرة حدثت والقتل اللي كان للأسرة من معلولة. معانا بعض الجزء من الجنازة وشهادة حية إما الأسلمة أو القتل. كعادة دمشق تستقبل شبابها بالزغاريد، شهداء كرامة وعزة، شهداء قضوا في سبيل الدفاع عن أرضهم ووطنهم، شباب بعمر الورود غيبتهم يد الإرهاب الآثم التي اعتدت على معلولة
مدينة التاريخ. نزعل على كل سوري نزلت قطرة دم منه، وعلى معلولة زيادة اللي نزلوا الإدرة ونزلوا الكنايس ونزلوا الصلبان ونزلوا هدول الإرهابيين اللي ما بيخافوا الله. إن شاء الله بإذن الله بتضل سوريا، الله حامي، بتضل سوريا منتصرة بإذن الله. لا إكراه بالدين، بفوتوا على واحد بيحطوا المسدس براسه وبيقولوا له بدك تشهد. شو هالمنطق هذا؟ وين صرنا؟ بأي عصر؟ اليوم اللي عم نعيشه نحن مع بعضنا البعض كأبناء معلولة جميعا من الصغير للكبير، جاي اليوم يقدر هالتضحية وهالشهادة لأخوتهم اللي استشهدوا بقلب معلولة، ليقولوا لهم نحن بعدنا بنحبكم. ما خلوا شيء، ما خلوا شيء اللي خربوه، الصلبان، كنايس. نحن عنا كتير إيمان بهالبلد إنه رح ترجع لأصحابها، والغريب بده يندعس مثل الصراصير تحت أقدام الجيش العربي السوري، ونحن صامدين وصابرين. والله يرحم الشهداء وشهداء سوريا كلها، لأن مصاب معلولة مريت فيها ضياع كثيرة بسوريا قاطبة. ما أريد ضربه في 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 معلولة، أريد ضرب أولا العيش الواحد، ثانيا هذا التمسك العجيب بالأرض، وأريد ضرب أيضا المقدسات والمحرمات. يعني أرسل رسالة عميقة ملؤها الألم وملؤها الإرهاب إلى الجميع، وهذه عادتهم طبعا، هذه المجموعات التي قد نزلت إلى معلولة. بننعي هؤلاء الشهداء الثلاثة الحقيقة في معلولة، ورسالة الحقيقة تم توجيهها من كثيرين، وبرضه احنا بنوجهها لأمريكا وللأخ وزير الدفاع الأمريكي اللي كان بيتحدث مع السيسي بالنسبة لأقباط أمريكا. ماذا عن أقباط سوريا؟ ماذا عن هؤلاء الشهداء؟ ماذا عن قتل المسيحيين اللي بيحدث في كل شوية؟ وكمان رئيس لجنة مجلس النواب الروسي، العالم يتغاضى، بيقول كده، العالم يتغاضى عن قتل مسيحيين في سوريا، ويعني بصراحة بيبلغ العالم كله. وتم نشر هذه الأخبار في حوار مع وكالة نوفاستي أنه مسيحي سوريا أصبحوا في وضع كارثي، ولأن العالم يغض النظر عن جرائم بحق المسيحيين في سوريا، فإنه يجب أن تتحدث روسيا عن ذلك في المحافل الدولية لكي يتم لفت نظر العالم كله إلى معاناة الطائفة المسيحية في سوريا. وهذا الشخص هو فلاديمير بلغين، وهو رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس النواب الروسي، فبالتالي ده رسالة ليهم. طيب أنا للأسف الشديد الحقيقة مشاهدينا، أنا عارفة أن احنا معنا تليفونات، أرجوكم خلوكم معنا، بس في خبر كده أزعجني شوية وفي إطار الأخبار العاجلة، أنه من صحيفة على مسؤولية صحيفة مصراوي عاجل، أمن المنيا يبطل مفعول قنبلة يدوية بقرية دلجة ويستعيد 5 قطع سلاح مسروقة من الشرطة. هو طبعا كون أن يبطل مفعول القنبلة ده شيء طبعا بيشكر عليه الأمن، لكن انه يبقى فيه قنبله يدويه، وانه زي ما احنا قلنا انه احنا مش بنخوف الاهالي، احنا نتمنى انه الكل يعيش في سلام واطمئنان، لكن احنا بنلفت نظر الامن واللواء اشرف، يعني انه كده في امور محتاجه ان هي يعني يتم النظر اليها بدقه. يعني ابطال مفعول قنبله يدويه بالقريه، وتم استعاده 5 قطع سلاح مسروقه، هل ده في اطار الاعمال اللي بتعمل اثناء ال 24 ساعه حتى يتم الاستتباب بالامن، او ان الامن يستتب تماما؟ نتمنى ونتعشم هذا. خبر بقى تاني من شبكه رصد وفي اطار عاجل، نما الى علمهم من مصادرهم الموثوق فيها المصدر خاص ان استعدادات القوات الجيش والشرطه والداخليه لاقتحام كرداسه فجر الخميس 19 سبتمبر، فهم بيحذروا بقى. رصد الاخوانيه بتقول ان جالها من مصادر خاصه جدا انه استعدادات لقوات الجيش والشرطه للهجوم على الاقتحام كرداسه فجر الخميس، وايضا كاتبين ان في تحدي في بورسعيد للناس اللي هم ضد الانقلاب اللي هم مع شرعيه مرسي لقوات الامن، واللي اغلقت مداخل مساجد التوحيد، ففي ردود افعال كده وفي بعض التحركات. دي كل دي كانت من اخبار من رصد ومن الشبكات بتاعتهم، الشبكات الاخوانيه. طيب انا هحاول ناخد تليفونات اللي معانا، بس برجوكم بس ان احنا تكون يعني سريعه من فضلكم عشان نلحق نقول باقي الاخبار اللي معانا. اول تليفون معانا الاستاذ ماجد من نيوجيرسي، اهلا بيك استاذ ماجد.
استاذ ماجد سمعنا من التليفون بعد اذنك، اهلا بيك معانا. اوكي. الو. ايوه استاذ ماجد اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ منى. ايوه معاك، اتفضل حضرتك على الهواء، اهلا وسهلا. الحقيقه في بدايه الحلقه حضرتك اتكلمتي عن نقطه حسني مبارك. المفروض ان الموضوع ده اندر انفستيجيشن، لان في عدم مهنيه من طرفين، من الطرف الصحفي ومن الطرف الطبي. من الطرف الصحفي مش معقوله سابقه تكون جايه عن طريق رشوه ودي اندر انفستيجيشن، ودي بتثير بلبله لان للاخوان المسلمين، وبتثير بلبله للتيارات الاسلاميه الثانيه بعوده الرئيس السابق. اما بالمهنه الطبيه فالمفروض ان ما حدش بيفصح، ودي معروف عالميا سواء في امريكا او في انجلترا ان ما حدش يقدر يطلع اي اخبار اي مريض. انا ما اعرفش اذا كنت انت دكتوره او لا، لكن ده عنف معروف في كل العالم. طبيبه اسنان لكن هو معروف يعني، انا بشكرك جدا استاذ. سيدي اخلص كلام عشان تجيبي صاحب اليوم السابع. ده غير مهنية لأن ده under investigation وقال حكومة. لا هو دلوقتي الوضع تغير بالنسبة للطبيب، نقابة الأطباء هتدرس أكيد الوضع ولسه مفيش أي أخبار خالص حتى، لكن بالنسبة للصحيفة هم أخذوا موافقة مبارك، وإذا كده بالنسبة لهم بالرغم من أنه الدنيا كانت معمولة بشكل غير يعني أنا برضو معرفش ميثاق الصحافة، لكن الموافقة مبارك غيرت الوضع يا أستاذ ماجد، يعني كون أنه مبارك وافق ده غير الوضع. انا بشكرك جدا الحقيقه. انا فاهمه يعني انه الموضوع كان فيه طبعا امور ماديه نحن نعلم هذا، لكن الموضوع هنا طالما وافق الرئيس مبارك يتزع حاجات زي كده خلاص ده بيبقى شيء تاني. طيب معانا اتصال اخر. طيب معانا الاخت نيفين من سوهاج، اهلا بيكي نيفين. الو اهلا بيكي. خير استاذ منى، مساء النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بعد اذنك انا بخصوص الموضوع اللي هو البلطجيه اللي هم استولوا على الارض. نيفين انت كلمتيني بعد الحلقه اللي فاتت، و يعني احنا انا سبت الموضوع للاعداد معايا تواصل معاكي. عموما انت حكيتي لي ان حصل اعتداء على الارض وان والدك وعمك كانوا في حاله خطره، فمن فضلك تحكي لنا الموضوع تاني اعزائي المشاهدين. استغاثه من نيفين من سوهاج لبلطجه ايضا من اذا كانوا مدعومين ايضا من قبل الاخوان او الى غير ذلك، المهم بلطجه واعتداء على ارض ومحاوله تعتبر محاوله يعني ضرب شديده او يعني محاوله صعبه جدا. والد نيفين وعمها كانوا على اثر الضرب بالحديد، راحوا المستشفى في حاله خطره. طمنينا الاول عليهم واحكي لنا الموضوع يا نيفين بس بسرعه ارجوكي. هما حاليا في حاله حرجه لان بابايا فيه كسر في الجمجمه خالص، وعمي فيه نزيف داخلي بس نوعا ما اللي هي برضو اتدخلت وقف النزيف شويه، وبابايا عنده عمليه في عينه لان الضرب كان بالمواسير الحديديه. طيب الارض دي امتى تم الاعتداء عليها؟ من قبل 14 اغسطس ولا من امتى بالظبط وهم بيحاولوا ان هم يغتصبوا ارض بابا والدك وعمك؟ هم من شهر واحد راحوا الارض، من شهر واحد 2013. قريه انت قلتي لي حاجه النجار، قريه هم اعتدوا على الارض دي، كان عمي وبابايا في الارض وفجاه هم جوب الاسلحه والاسلحه الناريه، ما لكمش ارض هنا ولا الارض دي بتاعتنا احنا يعني. الكلام ده ان كان ليكم من شهر يناير يعني فين؟ ايوه. طيب بس جه الاسبوع ده لما لقيوا ان عمي اشتكى هو وبابايا، وكان في بينا طبعا محاكم، لما لقيوا ان هم الموضوع فعلا ان الارض تبعنا احنا وده حقنا احنا ومش هنسيبه ومش هنسكت، راحوا فعلا ضربوهم بالمواسير الحديديه. فجاه طلع عليهم بعض اشخاص من البلطجيه، يعني هم علي حجازي احمد، علي احمد حجازي وشهرته علي الديك واولاده محمود ومحمد علي حجازي وحمدي محمد احمد حجازي ومجموعه اكتر من كده بكتير بالاسلحه وضرب النار، وضربوا النار على عمي وضربوا بابايا بمواسير حديديه لغايه ما اغمى عليهم ونام للمستشفى. الكلام ده كان اول امس، يعني الكلام ده كان يوم الاثنين الماضي 16 سبتمبر. يوم الاثنين الصبح الساعه 11 طلعت النجده ومحدش سمع، محدش سمع خالص، ولا شرطه سمع ولا مفيش حد خالص.
بنستغيث بالجيش. قولي القريه تاني معلش يا نيفين، كان الخط بقى بيقطع وانت بتقولي القريه، قريه ايه؟ نجا النجار بسوهاج. نجا النجار، نجا النجار بسوهاج. اوكي بسوهاج. نعم. بس حضرتك هم حاليا محاصرين الارض ومحاصرين البيوت وفي ضرب نار وفي ثانيه واحده احنا الامن ولا البلطجيه هم اللي محاصرين الارض والبيوت؟ لا امن ما فيش، امن ما فيش خالص، ما فيش نهائي. يعني انتوا قدمتوا بيان وما فيش امن اتحرك وجه للارض، والارض دلوقتي تحت سيطره البلطجيه اللي هم من عيله يعني اللي انت بتقولي عليهم ان هم دلوقتي معتدين على الارض، عيله حجازي احمد حجازي. هم حاليا اللي محاصرين الارض. طيب. هم حاليا المحاصرين الارض مش الجيش ولا الشرطه ولا فانت دلوقتي ان ده نداء واستغاثه للداخليه بانه من فضلكم في بلاغ تم من يوم الاثنين الساعه 11 الصبح ان في اعتداء واستيلاء على اراضي واعتداء على الاب اسمه ايه معلش يا نيفين؟ جوهر جاب الله. ظريف جوهر جاب الله. ظريف جوهر جاب الله. رسمي وظريف. رسمي جوهر جاب الله. رسمي جوهر جاب الله وظريف جوهر جاب الله تم الاعتداء عليهم وهم حاليا في مستشفى الاسيوط. ايوه هم حاليا محجوزين في اسيوط نظرا لاني زي ما قلت لحضرتك ان عمي عنده كان نزيف وهو عنده عمليه ولسه التقرير الطبي شغال ولسه الكشف عليهم شغال. طيب احنا بنناشد كمان لو اي محامي من المحامين الاقباط برضو يقدر ان هو يتواصل او علشان خاطر يقف مع نيفين في هذه المحنه، واستغاثه ونداء للداخليه بانه في ارض تم الاعتداء عليها وهي تحت سيطره هؤلاء الناس اللي تم الاعتداء بالضرب على رسمي جوهر وظريف جوهر في قريه نجع النجار التابعه لمحافظه سوهاج، ولا حياه ولا اي استجابه من الامن الى الان للاسف الشديد. نيفين ربنا يكون معاكم. اتفضلي. بعد اذن حضرتك احنا طب الارض حاليا محاصرينها وبيطردونا ان احنا يعني ايه عايزين يطردونا من البيوت. نعم. بيهددونا بالطرد من البيوت لاما مليون طب. ونص طالبين في الارض مليون ونص والشرطه لا مش فاهمه يعني هي ارضكم هم عايزين يسيبوها لكم مليون ونص؟ عايزين طالبين طيب. مليون ونص. طيب. نيفين احنا كده عرضنا المشكله وهنتابع معاكي ان شاء الله وزمايلنا في الاعداد هيتابعوا معاكي، ولو برضو جالنا اي حد عايز يكون معاكي كمان محامين هنوصله بيكي. ونداء للداخليه اتمنى برضو اي حد سمعنا يقدر يتواصل او ليه معارف في الداخليه هناك في او في قسم الشرطه في سوهاج من فضلكم انه يتم النظر لهذه الاستغاثه. بشكرك يا نيفين. معانا استاذ مرجان من تكساس. اهلا بيك يا استاذ مرجان. اهلا بك. انا سلام المسيح معاك. الاول انا بس عندي نقطه مهمه جدا صد. في بدايه بسرعه يعني بتتكلمي حضرتك عن وطنيه مبارك، هل تعلمين ان في عهد مبارك في 30 سنه 1813 كنيسه مع بناتنا ومع اخواتنا ومع كنايسنا اللي اتحرقت؟ اين الوطنيه؟ هل وطنيه مبارك هنقارنها بمرسي بالشيطان؟ معه كان شيطان قبله. هل مبارك بقى وطني؟ وإذا كان وطني كيف يكون وطني وهو مرمي في السجن هو وعياله؟ طيب اللي احنا اللي انا قلته استاذ مرجان ان تم استغلال، انا بشكرك طبعا للنقطه دي وان هي كده مش على لساني، انا بقول تم استغلال من اللي هم المجموعات والصفحات اللي هي ابناء مبارك واسف يا ريس اللي هي التابعه لمبارك بانه استغلال هذا الامر وهذه الاحاديث اللي مبارك بيقولها من ناحيه الجزئيه دي. لكن انا ذكرت برضو ان احنا لا ننكر انه مبارك متهم وهو تحت قيد التحقيقات الان، لانه طبعا احنا هنا بنتكلم في جزئيه ارض انه هو رفض يبيع الارض لكن مرسي وافق. لكن ايه الموضوع طبعا انه في عهد مرسي في عهد مبارك نعلم كم الاضطهادات اللي كان بيعاني منها المسيحيين طبعا يعني ده اكيد. فاللي كنا بنقوله بس بنعرضه ان الامور دي وافق مبارك على عرضها وتم استغلالها من قبل المجموعات المؤيدة لمبارك لتعاطف الناس ولتوضيح الفروق ما بينه وما بين الاخوان، لكن القانون بياخد مجراه والتحقيقات. وانا حتى ذكرت ان القضية تحت التحقيق فبالنسبة للشأن القانوني والحكم ده وما فعله، حتى قلت كده الناس نزلت واعماله ادت الى ان الناس تنزل في ثورة عيش حرية عدالة اجتماعية، وما حدث في عهده من اضطهادات للاقباط لا تعد. يعني احنا عارفين كل ده كويس وان هو اللي كان راعي الاخوان. طيب معنا اتصال اخر. استاذ جميل من فرنسا اهلا بيك. اهلا. مين معايا؟ اتفضل معاك انت على الهوا معانا ما وراء الاحداث. اتفضل دكتوره منى.
ايوه يا فندم، حضرتك على الهواء، اهلا بيك. ايوه مساء الخير يا دكتوره. مساء النور. معلش انا عايز اخش بمداخله، ان انا ما كانش فيه ردع للحاجات اللي بتحصل دي، هتستمر الامور زي ما هي. اللي هي انهي حاجات يا استاذ جميل؟ تقصد انهي حاجات؟ بناشد المستشار امير رمزي وإيهاب رمزي والمستشار نجيب جبرائيل ان يجددوا الدعوة تاني قدام القضاء المدني. لايه استاذ جميل بسرعة؟ طنطاوي وسامي عنان وحمدي بدين بالنسبة للي عملوه في ماسبيرو. نعم. المكانوش طيب. هياخدوا عقاب، هيتكرر الكلام تاني، كل يوم هنسمع عن كنيسة بتتحرق. طيب يعني يتم فتح القضايا اللي كانت مغلقة بالنسبة لماسبيرو ومن هو المتسبب في قتل شهدائنا، وأيضا الموضوع بتاع حرق الكنائس. أنا بشكرك يا أستاذ جميل. طيب معنا الأخت دولت، أهلا بيك يا أستاذة دولت، تفضلي. أيوة دكتورة منى ازيك؟ أهلا بيك. أنا نقطتين بسرعة هقولهم. أول حاجة، امبارح كان في مؤتمر في الوفد بيتكلم عن ترشيح السيسي رئيس، وهو كان قبل كده قال انه عايز يقفل الموضوع ده ومحدش يتكلم فيه، ودلوقتي الكل عمال يقول له ترشح. يا ترى هل فعلا هو قفل الباب بتاع ترشيحه؟ والمؤتمر والندوة اللي كانوا عاملينها دي ندوة كبيرة وناس كتير اتكلموا عليها على اساس انه لازم يترشح، هل هتمشي ولا لا؟ دي نمرة واحد. النقطة الثانية، المسلماني ومصطفى حجازي في بوادر مناقشة بيناتهم، وقطيعة، ومصطفى حجازي عايز ينسحب من الرئاسة بسبب ان المسلماني عمال هو يقابل دول ويقابل دول، وفي مواقف كتيرة مش بتاعته هو، بتاعت مصطفى حجازي. يا ترى عندك فكرة بالموضوع ده؟ عندي فكرة يا أستاذة دولت. بالنسبة الحقيقة للسيسي وترشحه، هو قال انه مش هيترشح، وكانوا بيدعوا كل الناس اللي بتعمل مثل هذه المبادرات بانهم يكفوا عنها، لانه هو ذكر كده. واعتقد على فكرة انه هو فعلا السيسي سيكتب في التاريخ بحروف من ذهب لهذا العمل الوطني التاريخي الكبير، وانه يعني فعلا هو ده عمل كبير جدا. الرئاسة كون احنا لسه ما نعرف مين المتاحين، ويمكن يجي شخص يكون جدير بانه نحن نعلم انه ما فعله السيسي زرع في قلوب المصريين محبه كبيره جدا، الكثيرين يتمنوا هذا، لكنه هو اعلنها بكل صراحه وقال لن اتنازل عن ده، بل على العكس كمان بيدعو كل اللي هم بيدعوا ان هو يترشح للرئاسه انهم يكفوا عن هذا العمل. بالنسبه بقى لموضوع المسلماني ومصطفى حجازي، مصطفى حجازي هو المفروض المستشار السياسي لرئيس الجمهوريه، المستشار عدلي منصور، وايضا المسلماني هو المفروض المتحدث الإعلامي. ما يحدث الآن في علامات استفهام، وفي بعض الناس بتثير الجدل حول شخصية المسلماني مع احترامنا ليه، لكن حصل أنواع أنه مصطفى حجازي أعلن أن المسلماني بجلساته باللي ليها علاقة بالدستور والكلام ده بيتدخل في الشؤون السياسية، هو فقط متحدث إعلامي. ولفت النظر أنه الأمور اللي بتحصل من المسلماني دي لا يليق أنها تحدث، وأنه هو ممكن يستقيل طالما أن المسلماني هو واخد دلوقتي مهام العمل للمستشار الرئاسي. فبالتالي الامور دي لسه الحقيقه لم يعني ما سمعناش مثلا ان فعلا مصطفى حجازي استقال او ما استقالش، ما سمعناش بالكلام ده، لكن زي ما بقول لحضراتكم انه الامر فعلا في ناس علقت ان المسلماني كمان هو من اول من جلس مع ناس من حزب النور، بيجلس مع ناس اذا كان ليها علاقه بموضوع الدستور فهو ايضا ليس من تخصصاته. والحاجه الثانيه ان هو ترك مثلا شخصيات عظيمه زي تهاني الجبالي، ابراهيم درويش، اخرين من اللي كان مفترض انه يجلس معهم. دي بعض التعليقات اللي انا حتى شايفاها على الفيسبوك، فالموضوع ده ممكن اوعدكم يوم الجمعه نحاول نلقي الضوء اكتر عليه. لكن ما حدث بالنسبه للدستور وخصوصا في اخر 4 دقائق من حلقتنا، احنا كنا عندنا حاجات تانية كتير لكن هنرحلها ان شاء الله الحلقه الجمعه نتمنى تكفي،
انه كان في تعليقات عن الدستور انه في ماده جديده في الدستور لحريه الصحافه، الغاء الحبس في جرائم النشر، وكان في مؤتمر صحفي الحقيقه، وده كان محمد سلماوي المتحدث الاعلامي باسم لجنه الخمسين تحدث عن انتهاء لجنه الحقوق والحريات من صياغه مواد الصحافه والاعلام على ان يكون اصدار الصحف بالاخطار تخضع كافه وسائل الاعلام من ملكيتها في ملكيتها وادارتها لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات على الوجه المبين في القانون. الحقيقه انه يعني دي في امور كويسه قوي، وانه كمان في ماده جديده تكرس حريه الصحافه، تكفل استقلال الصحف عن جميع السلطات والاحزاب السياسيه، لافتا الى انه تم الغاء الحبس في جرائم النشر، ودي كانت مطالب كبيره جدا للصحفيين. في الفتره دي برضو في ردود افعال عشان غلق قناه الفراعين، وكانوا اعلنوا ان هم عايزين يقفوا وقفه يوم السبت القادم امام مدينه الانتاج الاعلامي اعتراضا على الامر ده، يعني ده بالنسبه لموضوع برضو الصحف والاعلام والقنوات اللي بتغلق. في جمع حمله توقعات لحمله لا لتعديل الدستور، وبصراحة مش عارفة يعني مين اللي عامل الحملة دي، وأعتقد أنه أكيد هيكون وراها ناس من السلفيين أو الإخوان. وزعت حملة لا لتعديل الدستور استمارات لتوقيع المواطنين من أجل رفض تعديل دستور الإخوان والمطالبة بدستور جديد. أعتقد طبعا دي كلها أمور جاية من الإخوان. الدستور الجديد القومي والمرأة بتقول بيضمن مساواة بين الرجل والمرأة، الممثل المعوقين بيطرح بيطالب بطرح مسودة الدستور للحوار قبل الاستفتاء، اللجنة الشعبية لإعداد الدستور بتقول يجب ضمان حقوق الأقليات. طبعا السفيرة ميرفت تلاوي هي ممثلة للقومي للمرأة. في أمور كتيرة مشجعة الحقيقة في الفترة دي أعزائي المشاهدين لكل ما هو متاح بالنسبة لتعديل الدستور. سمعت برضو تصريح بيقول أنه إن شاء الله برضو الآراء اللي كان تم عرضها من قبل أقباط المهجر هيتم أيضا مناقشتها من قبل لجنة الخمسين، وده أعتقد كان تصريح لأيضا سلماوي. فكل دي مبشرة جدا جدا الأمور دي كلها. دستور جديد لمصر تمت إضافة كلمة مدنية له، هذا إنجاز عظيم جدا، نتفائل خير في الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني الأمن يكون أقوى في مصر، وخصوصا في المناطق اللي هي استغاثة من قرية في أسيوط خايفين تبقى زي دلجة، دلجة يكون فيها يعني تدعيم أمني أقوى وطمأنة للناس. أيضا كرداسة هنشوف إذا كان الخبر بتاع رصد حقيقي ولا لأ، وهيتم اقتحامها غدا ولا لأ. إن شاء الله حلقة الجمعة انتظرونا، هيكون عندنا حاجات كتيرة قوي. زي ما قلت لكم هنستعرض أيضا الاجتماع اللي كان ما بين الأستاذ مجدي خليل والكنيسة، ممثلين عن الكنيسة مع مجلس الأمن في أمريكا. أمور كثيرة ومفاجآت هنلقيها على حضراتكم، هنحاول نتواصل مع محمود مملوك إن شاء الله حلقة الجمعة. انتظرونا وصلوا من أجل فريق العمل، وإن شاء الله الخير لمصر ولسوريا ولكل العالم. سلام وأمان، إلى اللقاء.